مساء الخير مشاهدينا الكرام، جد سعداء نتلقاكم في انطلاق مرحلة المواجهة ما بين لي كوتش والمواهب الكوميدية في الموسم الثامن من برنامجكم ستاند اب على الأولى. هذا المرحلة غادي نعيشوا فيها كثير من الحماس والتشويق والمواجهة القوية والمطلوب، أفضل أداء من المواهب الكوميدية، سكيتشات قوية، ويقنعوا لجنة التحكيم بأنهم يستحقوا يمروا معنا للمرحلة المقبلة. مرحلة مواجهة مشاهدينا الكرام غادي نعيشوها في جوج ديال البرايمات، كل برايم تعرفوا على مجموعة جديدة، ولكن شكون منهم غادي ينجح في أنه يقنع لجنة التحكيم يستحق يمشي المرحلة المقبلة؟ هادشي اللي غادي نكتشفوه في نهاية برايم الليلة. البلاتو دائما ينور بحضور لجنة تحكيمنا الرائعة والجميلة جدا، واللي دائما حضورهم خفيف على القلب. رحبوا معايا بالممثلة الأستاذة المخرجة، تجمع بين المسرح التلفزيون وأيضا الأفلام الوثائقية والسينما، لطيفة أحرار. أهلا وسهلا رائعة لطيفة. هذه المرة مشاهدينا الكرام، عفوا، خليوني نرحب ببرنسيسة الكوميديا المغربية دنيا بوتازوت. واكيد البلاتو دائما يزيد ينور بحضور الرائع والممثل القدير أسطورة في المجال، سي محمد الخياري. لا تفضل. مساء الورد والياسمين عليكم، وكل برايم على برايم كتزيدوا تنوروا وتحليوا لنا البرنامج، وحضوركم دائما رائع. لطيفة أحرار، تنحييك على لولوك ديالك ومس الخير عليك. أزول ومساء النور، أهلا وسهلا. هذا الليلة غتبدأ المواجهة القوية ما بين لي كوتش والمواهب الكوميدية، في نظرك شنو غيوقع؟ غادي يكون يعني هناك احتدام ديال المبارزة، وغادي يكون هناك يعني واحد المواجهة جميلة جدا ما بين لي غاغ، ما بين لي كوتش، ما بين المتبارين، ونتمنى بأنه احنا اللي غادي نستمتعوا في الحقيقة كلجنة كجمهور وأيضا الجمهور العريض. أكيد إن شاء الله. بالمناسبة ما يكون بس عندك، لأن تنعرف أنك مصابة بنزلة برد، ما يكون بس عندك. شكرا. إن شاء الله الله يشافيك. تبارك الله ما شاء الله. دنيا بوتازوت مساء الخير، كيف الحال؟ يا اهلا وسهلا. اليوم شنو كتوقعي لهذا البرايم؟ من هذا البرايم هذا بعدا مرحبا بالجمهور اللي حاضر معنا واللي كيتابعنا عبر شاشات قناتنا الاولى داخل وخارج ارض الوطن. اكيد اننا كنتوقع هذا البرايم يكون برايم حماسي، لان صافي بدينا الاقصائيات ديال الصحه. اكزاكتومون. يعني غادي تكون منافسه زوينه، منافسه شريفه، نتمنوا ان المستوى يزيد يطلع، وتكون دائما كيف كنقولوا في بدايه في كل حلقه دائما ان المشاركين او لي كونديدا يستمتعوا بداك الشيء اللي كيقدموا لنا. كيتحيت دابا بدا الصحيح، بدا الصحيح. سيدي خويا واجد يبدا الصحيح، مساء الخير عليك بعدا. مساء النور، اهلا وسهلا. نعم واجد الصحيح غتكون اكثر صرامه في هذه المرحله. اللي متوقع انا انه يوقع الليله، ما بغيتوش يوقع حتى في شي دار ولا في شي استوديو، لان غتشعل واحد العافيه ما غيطفيوها بومبيه، ما غيهربوني منها رجليه. قاريه شويه العربيه زينب، شويه الاداب. الشعراء عندك فكره على الشعراء؟ اي مالهم. كتعرفي ابو لفيفه؟ مال ابو لفيفه؟ بو الفاف اللي وعدتينا به، فين هو؟ ناري غاب شويه. بو الفاف اللي وعدتينا به. شوف انا ما لقيتش لك الشحمه بلاتي. واش اليوم؟ اليوم الله، شوف الحمد لله كان معلمي الله ما تغديش. ما كايناش الشحمه، ما فيكش تاتي. ولكن جبت لك القطمان الكبده. الله ها واجي، الله يخليكم، عطيوهم لنا في البلاطو تقول كلمتي وفي تبع. نعم اللي بنتي ليا مشمره قلت صافي الشحومات هذه. وين الكرداس؟ وين المجمنه؟ لا الكرداس هذاك 16 باقا ما وصلش.
ها انت سيدي، ها هو، ها يلا بولفاف. بلاتي نشوفو، بولفاف يا بالشحمه، حيت انا عندي مع السولفيج نشوفو واش مساوي. تفضل وذوق خواتاتك. وعلاش انا تعطيني من هذاك اللي نقبتي منو؟ عطيني واحد جديد. ارى الخبز، ارى الخبز، عطاها الخبز. اختك لطيفه. بلاتي نحط الخبز. ايوا انا بلاتي تلي كوليس. تلي كوليس، تلي كوليس، عافاك. تلي كوليس ناكلو. ايوا فيت بكلمتي. برافو. الا ما هزيت خبزتي وبول فافير الاخر ما يصيبش حقه مع هذا. انا نقول خبي لي هذا، الله يرضي على وليدي. تنخرج هاك زيد هذا، توا انت هو زيد هذا، راه حنا ولاد حدو الكرم والجوده، انت هذا زيدو. ياك انا شديت كلمتي دابا. صافي ولاد حدو كاملين كيتسنى دنيا. انا الكلمه بنت فمي. صافي شوف انا بغيت عارف افكرك. بلا عليك الرفيسه، جري طوالك وبالحجل باللي بغيتي في القصريه. بغيتي قنفود وناكلو؟ كيفاش تاكلي عادي كمل البرايم. صافي او لا ما خداماش انا السيمانه الجايه. ستريني تاكدي، ستريني. بعد الاجواء الجميله ينطلق برايم الليله. شكرا لانكم متابعين على القناه الاولى، ونذكركم تفعلوا معنا، نذكركم مشاهدينا الكرام تفعلوا معنا عبر صفحات أولى على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تظهر لكم أسفل الشاشة. قبل ما تنطلق المنافسة الليلة خلينا نذكروا أقوى لحظات البرايمات السابقة. راجعين بعد لحظات. سعيدة أنه يكون معنا في هذا الموسم ياسين عبد القادر. مساء الخير مشاهدينا الكرام، يتجدد ملقانا معكم في الموسم الثامن من برنامجكم ستاند اب على القناة الأولى. الوالد أسمع هادشي في الفلوس ويخشى لي واحد الكروشة. هاد الولد محا 15 سنة جاتي البكيار. الله يحفظك ويحفظك. شفتك هنايا خلتني نتاثر، واليوم برايم الليله اهداء لروح عبد القادر صديقك. بقاو تحطوه اختي من هي وحطي حدايا. شكوش هذا اصعب موقف كتحط فيه وما تتبغيش تعيشه. ما تتبداي بيا انا الاولى كيقول لي القاي القاي. اه كنت تعبير جسدي جميل، موضوع اجمل، حضور قوي. اول مره في البرنامج اقصاء سته مشاركين دفعه واحده. لا لا تسنى تسنى يب علي اليمين وباش كيحلفوا الممثلين. ايه على ما كان الرفيسه اللهجه. وسنى يب علي اليمين باش كيحلفوا الاعلاميين. على ما كان بولفاف. سيدي محمد الله لا يستر بيا نصر مشاهدينا الكرام. بكل بساطة ما يمكنش تخيلوا شنو اللي وقع ملي كان هذا الروبورتاج كتشوفوه على بولفاف. كل واحد بغى حقه في البرنامج. سيدي خويا وفيت بالوعد. أمورك سانك سانك. صافي كنشكرك بزاف، وكبيدة زوينة ملفة في الشحمة نضت عليها الروينة هكذا هي. كل واحد خدا شوية، المهم حنا مشاركين طعام مع بعضياتنا. الحمد لله حنا هنا دابا حنا من اليوم مربي الكبده على بعضياتنا، مربي الكبده على وشاوينا. حنا كل موسم مربي الكبده على بعضياتنا، ولينا عائله تنشاركوا كثير من اللحظات جميله مع بعضياتنا. شكون هما ست المواهب الكوميديه الحاضرين في برايم الليله واللي بيناتهم تنتوقعوا ان المنافسه غادي تكون قويه؟ نشاهدوا جميع الصور. غادي ننادي على اللي غادي يمشي معنا للمرحله الاخرى، هو الإدريسي مدينة سلا. الإدريسي ممثل مدينة سلا. مع وصلت لذاك لاصا لقيتو ميكس، دخلت باش نربي الميسكل صدقت مربي الكبدة. غادي ننادي على ممثل مدينة زاكورة صالحي. صالحي مشاهدينا الكرام. تسولها شكون هاد بوعيوش؟ كتقول لك الإيكريك ديالي، حيت ديك الساعات ما كاينش الإكس. غادي ننادي على المعروفي. قلت انا نمشي لعند الحلاق، قلت جلس هو يشد واحد فوطه هو يزيرها عليا. قال لي اش غدير؟ قلت له غنشهد.
غادي يبقى معنا سفيان من أكادير. ومثل أكادير ألف مبروك تأهل ديالك للمرحلة المقبلة. يا غربة خذي يا غربة انتي بدي تشوفوا حد كديرة انتي بدي تشوفوا حد كديرة انتي بدي تشوفوا حد كديرة عمر كل كفيدير النادي عليه واللي غيمشي معنا هو البصل. البصل ممثل مدينة الدار البيضاء. قال لي بالبيكودات هو يطلع والله يبقى يطلع هو يطلع والله يبقى يطلع هو يطلع والله يبقى يطلع حتى كنت انا اللي غنطلع هاد عزرين. ما نقدروش ندوزو واحد غندوزو جوج ثنائي اشرف واحمد. اشرف واحمد ممثلي مكناس. كنشدو في البولة لا تنديرو الصمتة ضروري ومؤكد ماغ ستي جونسي. خليونا هذا المرة نمشيو ونربطو اتصال بالباكستيج. مساء الخير سفيان نعوم. مساء الخير زينب وتحية ليك وتحية للجنة التحكيم وتحية كذلك الجمهور اللي حاضر معنا وتحية كبيرة تحية خاصة وكبيرة لبولفاف. بولفاف ومنزيدك واحد القضية الدراري قال لك راك عين حتى واحد ما غيطلع. لا 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 انت دابا شوفي معايا حتى واحد ما بغيطلع. الله ان شاء الله. مالكم قلقين مقلقين؟ علاش مقلقين؟ حنا كنعطيو على الخطة. انت غتعطي لخوك بولفاف صافي. انت عطي لخوك بولفاف راك ياكل بزاف. انت ياكل الشحمة هو ياكل الكبدة ضمن انت ربي الكبدة. انت عليكم عاد الخطة ديال الدوارة ديالكم ماشي نشوفوا رشيد رفيق. رشيد رفيق كتبان لي ناشط انت معايا خويا. حنا ديما ناشطين دراري. الخطة اللي لعب بها انا اليوم ان شاء الله 4-4-2 فهمتي كيفاش ربعه وانتم راه كيفاش ايوا دابا بديتي كتدخل معايا انا المسائل ديالي. وضح لي الجمهور المدربات ووضح لي وضح لي خصوص صالحي تنطلع ليل ونقول لك ما كاينش ما تاخذي من عندهم حتى شي معنى. يا قيل الفرقه ديال ياسين كتبي لي كاعيا كعيتو انتم على بولفاف ياسين ما كتبانش لي انت حيد النظاره. يا لطيف انت شحال عندك ديال اللعابه كيخشتغلوا في خفاء هذا. اذا زينب كيف لاحظتي ان لي كوتش يعني البريم ديال اليوم هو مباراه يعني نزال حامل وطيس بين لي كوتش قبل ما يكون ما بين لي كونديدا. يا جماعه خليكم لا 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 بلات خليكم تفجتوا بلات الدراري صافي الله صافي خليكم توجدوا المواهب الكوميديه اللي غادي يقدموا سكتشاتهم امام لجنه تحكيم البرنامج. في هذا الاثناء نذكركم مشاهدينا الكرام باللي ابتداء من الليلة غادي نعيشوا أجواء سكتشات الإجبارية. هي صراحة إجبارية وماشي إجبارية نفهموا كيفاش في هذا الربورتاج. كي دايرين؟ كلشي بخير. في هذه المرحلة هذه غادي نطلب من كل واحد فيكم أنه يعطيني موضوع معين اللي يقدر لي كيفكر فيه أنه غيخدم عليه في السكتش الجاي باش نشوف أنا الأفكار ديالكم اللي باغيين تخدموا عليها. غنبدأ بالبصل. أنا عندي موجد الإنسان البدائي. الإنسان البدائي داكور. أنا نكتب الموضوع ديالك هنا. شنو الموضوع اللي كتفكر فيه صاحبي؟ التقاعد. التقاعد. غارديانات. الغارديانات. اختاريت نهضر على الخدمة. الخدمة. شنو الموضوع اللي اختاريت؟ التجميل. بقى لنا آخر ثنائي. مونديال 2030. الحقيقة هو أن قانون المسابقة أنتم كتختاروا المواضيع وكندير لكم تيراج وصور اللي خرج فيه شي موضوع هو اللي غيخدم عليه. كتب سكيتشات ديالنا في ورقة وقلنا غندير لكم قرعة شي صحابنا هادشي يضحك معنا في الأخر دارها بصح. جيبها من الأخر. بسم الله. مونديال 2030 ما تخرج. اش من موضوع جا فيك؟ الانسان البدائي. الانسان البدائي. غارديانات ديالك. ما قرعه ما حتى قرعه هذه. الحقيقه صدمني هذاك سميتو ديال الغارديانات. غادي تكون واحد التجربه اللي هي مفيده. مزيانه. الخدمه لقيناها باش نهضروا عليها. الخدمه ما لقيتيهاش في الواقع انت لقيتيها في سكيتش. كل واحد جا فيه موضوع بطريقه عشوائيه وجا فيه موضوع اخر بعيد على ذاك الموضوع اللي كيفكر فيه. تقاعد. اخبار الخير. اش بالك في هذا الوجه؟ وا خاصك شويه عمليه ديال التجميل بنتيني. التجميل لا التحدي مهم بالنسبه للدراري باش نشوفوا المهارات ديالهم كتابه السكتشات يعني تحت ضغط ديال الوقت.
واحد الحقيقة علمية توصلنا لها في برايم الليلة هو أن بولفاف هو سر سعادة المغاربة. بغيتوا تعرفوا كيفاش تبعونا في البرايم الجاي. هاد الأثناء نمشيو للباكستيج من جديد. كاين صاحب قرعة عندك يا سفيان نعوم. أنت شوف سي بون صافي سفيان عندكم صاحب القرعه دابا عندنا يعني هذه يعني طريقه كنديروها باش نشوفوا شكون المشارك اللي غادي يدوز الاول. ولكن هاد المره ماشي غنهزوا مشارك, غادي نهزوا كوتش, والكوتش هو اللي عنده مسؤوليه انه هو يختار شكون المشارك الاول اللي غيدوز في هذا البريم, وما ما منحقوش انه هو يختار من المشاركين ديالو, يعني غيورط لي كوتش الاخرى. ايوا على بركه الله شوفوا شكون الكوتش اللي غيختار. زيدوا شويه شوفوا شكون الكوتش. يا لطيف يا لطيف راشد رفيق مايكويا الغدار الله بصبر السلام عليكم. راشد رفيق تحيه الاذاعه والتلفازه وكاع الناس اللي دابا جالسين في الديوره ديالهم. اليوم غادي نقدم لكم اول سكيتش من عند الكوتش سعيد وديع ثنائي. وي ثنائي احمد واشرف. على اشرف ثنائي احمد واشرف من مكناس معكم تشوري. اذا ناض صداع ما بين راشد وما بين سعيد وديع. اذا اول شنائن مشاهدينا خلينا نتابعوا كيفاش حضروا ممثلي مدينه مكناس اشرف واحمد للمرور ديالهم هذا الليله, كيفاش وجدوا السكتش ديالهم. شاهدوا جميع. المشكل عندنا حنا الشباب ماشي اننا نلقاو خدمه. دابا الفيرسيون الاولى ديال السكاتش هي اللي تبقاو تلعبوا بس دي تترجم وعجبالها. واخ اش بالك فيها جو مابيل كونجي لقاءات مكرش سعيد بغي يعطيك الكونجي صافي بحال هاد اللعيبه تلعبوا بيناتكم صافي. انت ما عارفش الفرنسي انت كتوريه ولكن ما كتوريش الحقيقه, كتوريه الغلط, هو كيزيد يغلط اكثر من الغلط. دابا فين غادي نخرجوا في هذا الضحك بالذات. صافي يلا شكرا لكم. الثنائي احمد واشرف خداو ملاحظات وتعليمات الكوتش سعيد والكوتش وديع وبداو خدامين عليهم بكل جديه وتركيز وكيتدربوا عليهم من نيتهم باش يعطيوكم مشاهدينا احسن ما عندهم. شنو عندهم ما يقولوا لنا على الخدمه. خلينا نستقبلوا ممثلي مدينه مكناس اشرف واحمد. المشكل عندنا احنا الشباب ماشي اننا نلقاو خدمه. المشكل هو صاحبك يلقى الخدمه. ايوا مبروك عليك قالوا لي خدمتي. الله يسهل عليك ما نبغيك غير خير. لا راه يلا لقيت يلا حطيت السي في. اوف الحمد لله كان غيسكت لي القلب. يعني مازال ما خدمتي؟ لا مازال. ايوا الحمد لله. واش فراسك غادي تدوز اوتروتيان او بالفرونسي؟ ومال الفرونسي تخلي علي. واخ انا غادي ندير لك تيست بالفرونسي ولا نجحتي فيه الله يسهل عليك. صافي سير. واجد؟ واجد سير. بونجور مسيو. بونجور مدام. ولا وباش عرفتي اللي غيدوز لك راجل ولا امراه؟ وشنو غنقول؟ مدام. صافي. بونجور مدام. كومون فاتي؟ جو مابيل اشرف. تري بيان. جابيت 28 ans. سي كول. جي بوكو دي فوا دي 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 لوازير. بيان. جي فواياجي مونجي اي كونجي. ولا وابدا بكونجي هو الاول علاش داير هو الاخر؟ ولا انت بادي بالخدمه؟ واخا افرض شخصيتك عليهم. صافي يلا. جو مابيل كونجي. انت تو تابيل كونجي. اوكي انت تو تابيل كونجي. كونجي تو تابيل. صافي يلا. كونجي جو مابيل الي كونجي. فين فين الوالديه السعيديه البريديه غا كونجي وصافي. زير راسك راه الخدمه صعيبه. واخا شنو نقول؟ يلا كومون طاليفو. جو مون طاليفو. جي فين نجي فيه؟ فين نجي؟ خليتيني نجي؟ لا من حطيتي السي في عيطتي لي؟ من حطيتي السي في عيطتي لي؟ لا والله صافي
يا كتخدموا كتقلبوا وجهكم العفو صافي انا ما بقيتش خدام ودابا مزيان انت نجحتي في لوطروتيان وتخيل صاحبي تخدم تولي تشد جوج المليون ماشي فضيحه العراض هادي والله يستر دير الدار والطوموبيل وتزوج الله يستر صافي علينا لا خويا فكرتيني فؤاد مسكين مالو ولا انجينيور الله اكبر مسكين ما يستاهلهاش وتيشد 5 د المليون اي 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 ولكن راه كيشدو غير 3 الا راه كيشدو 5 كيشدو 3 الله يهديك اصاحبي واش انت عطيتي شي حاجه نجيب لا ما عطي والو خليها 5 ايوا صافي خليها 5 ونزيد كاع صيفط باه مول الحج ناري على مرضي الوالدين ومصيفطهم في الطياره في اي بي وتربيه زينه هادي اعطيني نمره فؤاد نعيط له لا ما نعطيهالكش علاش ماشي راجل شنو دار ليك ديك الناس مصوني عليا وتيقول لي اجي تخدم البساله عندك الحق ماشي راجل انا نهار نطلقه نقطع السيفي على وجهه ودابا شحال من واحد ما خدمش طالع عليه الدم لا اخويا البيطالي فتاخر براسك الا خدمتي انت وخدمت انا وخدم الاخر شكون اللي غادي يهز البوطه للعيالات ها شكون اللي غايجلس في القهاوي يعمر القهاوي شكون اللي غايجلس حدا مول الحانوت وتيحضي معاه الصرف ويلا جا البراني تالف شكون غادي نعت ليه الطريق تخدم وفاش تبغي تخلص تمشي للكيسي صرت لك لاكارت نهار الجمعه وتسنى السبت والحد انت في غينا عنا يا اخي وباش كيعجبني باش كيعجبني البيطالي رومانسي البنت اللي شافاتي يبغيها انا بوطو هو الاخر تيتزعط فيه تيكون هاني حتى كيبغي يتزوج السلام عليكم الحاج خدام لا بيطالي تبارك الله تبارك الله الله يحفظك الحاج اش حب الخاطر الحاج انا جاي طالب وراغب مرحبا ستي الدار الكبيره بنتك الحاج راه في عينيا نشوف شنو درتي يا الحاج البنت عندها المدرسه وانت دايره في عينيك براسك الحاج براسك الحاج بنتك ديك النهار كانت قاطعه الشارع وكان غيضربها البرد البرد وانا نقول له وقف بنت الحاج هذيك وانا نحيد الجاكيطه وانا نعطيها لها زين ولدي واك يكون ولاد الحومه ولكن لا الحاج الجاكيطة عطيتها للبنية لقيت الدري لابسها خوها صافي ما متفقينش الحاج صافي واخا انا غنمشي نجيبك الجاكيطة لا ما فهمتينيش الحاج جرحتيني الحاج جرحتيني شنو ما جايبينيش الفلوس جايباني الجاكيطة انا غنمشي نجيبك الجاكيطة جيبها وتكون عامرة بالبنت ايوا ستي والبسالة هذا ولدي الحاج علاش بغيتي تحرم جوج العصافر يكملوا قصة الحب ديالهم انت عصفور انت الحاج عطيني 20 عام نكون راسي وانا معاك صافي واخا غادي نعطيك 30 عام كافياك كافياني ديال الحبس الا ما مشيتيش في حالاتك والبيطالي الامل الوحيد اللي عنده في الحياه هي بنت خالته اللي في الغربه او مون كوزان سافا Oh non, 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 c'est très sympathique! Il est très chaud, il était charmant! Oh mon cousin, ça va? Oui, oui, moi aussi. Ta mère? Moi aussi. Ta sœur? Moi aussi. Oh, oh maman, il est debout, je veux marier avec lui! Moi aussi. Oui. Voilà qu'il faut le voir, il y a un autre. Oh mon cousin, ça va? Ça va bien? Moi aussi. ما تقوليش خدمتي ويلي لا لا نخدم وعندي بنت خالتي في الغربه مالي مسطي عندي لك واحد سوربريز شنو هي غادي نتزوجوا شهر 6 راه عندي العرس ومرحبا بك والكومبلي ديالك على حسابي ياك تلبس لون واغ مو اوسي ولكن الوعره كاع هي ملي كيطلق صاحبه وشنو درتي مع الزعطه اللي جات ويلي سيري عرفتي راه تزعطات فيا واحد الزعطه خايبه ويلي وشنو قالت لك وقالت لي زوج تيم قدام الوالد حشومه وشنو درتي معاها قالت لي نديك لبرا ونخدم عليك وانايا نفسي هنا قلت لها نبقى هنا معلم دابا انت صاحبي مؤخرا شفت واحد البرنامج صادف واحد البيطالي حاصل على جائزه نوبل في قله ما يدار تبارك الله شي كلام تيقول أعزائي المشاهدين عزيزتي المشاهدات إذا كان أشرف حكيمي نجم الكرة العالمية معي أشرف نائمي فخر البطالة وقلة ميدار أشرف حكيمي أرجوك في لحظات ما هو إحساسك أولا أنا فخور بهذا الإنجاز هذا وكنبغي نهدي لجميع البطالين في العالم وهذا تسريف وليس تكليف شكرا أشرف نائمي ما هي إضافتكم في الحياة أولا حنا راه عملة نادرة ويجب المحافظة علينا
مؤخرا الخدمه تبارك الله موجوده، وراه غتزيد واحد الوقيته راه ما تلقاوناش. اشرف حكيمي، هل تعتبر نفسك عاله عن المجتمع؟ بالعكس بالعكس، حنا عاله على المجتمع، والدليل على هذا ان الناس كيخلصوا علينا القهوه وكندعيو معاهم. ما كنوعدوش البنات، تنخليو العلاقه غامضه. والواعله الواعله كاع ما تيعول علينا حتى واحد. اخر كلمه للجمهور الذي يتابعك الان. سمحوا لي ما نساليش، شكرا. ارجوك خصني نعس، خصني نعس، لا سمح لي. ارجوك الله يعاون. شكرا. ارجوك بوكو. ارجوك الله يعاون. الله يعاون. شكرا. اجوا معايا ممثلي مدينه مكناس اشرف واحمد. دابا واش حكيمي ولا نائمي؟ ولا الخلعات اللي فاتكم؟ لا، اشرف حكيمي نجم الكره العالميه. أيه؟ واشرف نائمي نجم البطاله. اهلا وسهلا باشرف نائمي. تبارك الله عليكم شباب، وبالتوفيق لكم. خليونا ناخذوا راي لجنه تحكيم البرنامج سكتش اللي قدموه ممثلي مدينه مكناس سي محمد الخياري. تفضل. غادي نقول لك شنو كتبت بالضبط. غادي نقول لكما سكتش جميل، نص محبوك، تناسق بينكما كعناصر كتشكلوا ثنائي، لكن كانت واحد البروده في الاول في الاداء، ربما راجعه للدهشه لكونكم اول ماده في هذا البريم دزتو. نتمنى انها ما تعاودش مره اخرى. والدليل على انها شداتكم هو انه تبدل لكم السميات ديال مره كتقول له هذيك، مره كتقول له اخرى. فاتمنى الا بقيتوا معنا، الارتباك راه ما كيخطى حتى فنان، والدهشه ما كتخطى حتى فنان ولو تكون عنده 50 سنه ديال الخشبه. حاولوا تفاداوها، والدهشه راه سر نجاح الحب ديالكم لهذه المهنه. دخلها معك في الاول ومن بعد منها ولعب لي انت، لبقات معك راه كتاكلك. شكرا لك. لطيفه احرار تفضلي. أشرف وأحمد، اختاريتو موضوع ديال الخدمة، موضوع اللي يخصو بزاف الخدمة. بغيت نقول لكم هو موضوع يعني ما ساهلش التطرق ليه، لأنه هو سيف ذو حدين، ولكن عجبتني الذكاء ديالكم، حاولتوا تطرقوا ليه من نوافذ ديال الغيرة، الحسد، البطالة. هاد التنوع اللي لقيتو هاد الدخلات كان ذكاء منكم في الكتابة. الإيقاع ديالكم بجوج كيبان بأنكم غاديين وكتولفوا على بعضياتكم. نتمنى غير تشتغلوا أكثر على ليغاغ وتعمروا لو سكتش ديالكم بالضحك اللي تمتعوا به انتم الأولين. شكرا. خليونا هذا المرة ناخذ رأي دنيا بوتاسوت. أشرف وأحمد، الموضوع اللي اختاريته هو موضوع جميل جدا، كان نقصي شوية ديال التركيز، ما هو كموضوع كان ممكن تخرجوا منه العجب الشيء الكثير. العلاقة بيناتكم غدا الحمد لله وغدا وكتطور، زيدوا مازال خدموا عليها، لأنه إلا زدتوا خدمتوا على العلاقة بيناتكم غادي تعطيوا حوايج زوينين أشرف وأحمد. كيف نقولوا حنا، موضوع يكون اختياري أو لا إجباري، دائما بحال شي كيكون بحال شي لبسة كبيرة خصني انا نسانتريها ونقادها على قياسي، الا قديتها على قياسي غادي نعطي فيها اكثر. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله معنا في المراحل الجايه. شكرا. شكرا. شكرا لكم شباب، ومن خلالكم تنحيوا لكوتش سعيد وديع، ونحيوا ايضا كوتش رشيد رفيق وياسين عبد القادر، تصفيقاتكم عليهم. عوده من جديد للباك ستيج. الثنائي. شكرا. احمد واشرف تبارك الله عليكم. الثنائي. الباساج الاول ما ساهلش، ولكن انتم تبارك الله كنتوا قد المهمه، يعني شديتوا في راسكم حتى دوزتوا لو سكتش. زعما شنو من الملاحظات اللي زقلتوا؟ بريباريتو مزيان، بريباريتو ما عليكوش، لكن شنو هو اللي في اعتقادكم انكم زقلتوا؟ وبصراحة كان شي شويه ديال الارتباك في الاول، حاولنا نتحكموا فيه فوق الخشبه. كذلك النص ديالنا خصنا نطعموه شي شويه كما قالوا الاساتذه ديالنا، مجموعه ديال ليكاك، باش تكون واحد التوازن بين كل مشهد ومشهد. احمد شنو تقول لمكناس؟ شنو غادي نقول لهم؟ نقول لهم نتمنى انكم تمتعوا معنا ويكون عجبكم سكتش، واخا كانوا ناقصين شي شويه ديال ليكاك. ماشي مشكل، ولكن الا تأهلنا راه ممكن نشتغل. ماشي مشكل. شكرا. برافو عليكم. شكرا. زينب. سفيان نعوم، خلينا نتعرفوا على ثاني كوميدي قدم سكتش ديالو امام اللجنه. اوها. اي 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 اوها. دراري. اوها.
على طول فيها صافي صافي قريتي على قريتي على التعويذه الوغ غنخرب فاجيج ساتالانا رشيد رفيق لا عاوتاني انا غادي نعزل مشارك اخر طار عليك الجوك هذاك الزهر يوم رشيد يلا اذا غادي ندوزو سيد بغيتي تقول لي شي حاجه ياك اذا سيدتي وسادتي غادي ندوزو الادريسي محمد الادريسي محمد الادريسي من سلا ورشيد رفيق راك استوفيتي الاختيارات ديالك دابا صافي مابقيتيش غتختار لا صافي في صافي صافي في صافي في خليونا نتابع جميع كيفاش حضر محمد الادريسي ممثل مدينه سلا المرور ديالو امام لجنه تحكيم البرنامج هذا الليله ريبورتاج رشيد مبروك علينا تنظيم المونديال 2030 عطيني لاشيت وكما هما تاثروا بالثقافه ديالنا مزيان مزيان عندك مشكل واحد اللي خصك ترد معاه البال وهو الريتم هذيك منين تسالي السكيتش دير لا خذ ليا كل بارتي اعطيها نفس طق تنفرش الكاك تنعطي للناس تيستمتعوا بداك الكاك تنعاود عاوتاني نفرش الكاك اخر يعني تيبقى بتناغم داك الشيء من هادي لهادي 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 على العموم شكرا الكوتش ياسين عبد القادر عطى ملاحظاته لمحمد الادريسي اللي بدا خدام عليهم باش يقدم لكم سكيتش على مونديال 2030 والإدريسي كيعصر دماغه باش يخرج أحسن ما عنده ويفرجكم فوق الخشبة مشاهدينا الكرام أشنو رأيكم نمشي ونعيشوا أجواء مونديال 2030 مع ممثل مدينة سلا محمد الإدريسي مبروك علينا تنظيم مونديال 2030 شكون ما فرحتو ما صفحتو المونديال هذا زعما ولأول مرة في التاريخ الهند تتأهل المدرب ديال الهند جمع اللعابة وقابلهم مع واحد البقرة وما يبداو لا بوكاناهي لا بوكاناهي خايفين من والد رقراقي من زهرهم جاو مع تركيا وصل الماتش اللعابة ديال تركيا جايين في الكيران والهند تابعينهم فوق الفيال دوم تاني دوم تاني دوم تاني بدا الماتش شاروخان شد كورة ضربة قلعة ويتنقص كاجول من المدرجات زندقي هي زقلتي هي شاروخان هندي نفسه هنا ضرب في الأرض ويتهز هندي توقع منه أي حاجة لقى النصيري الفوق قال لي هبط من الكدوبس ضربها ماركا مع ضرب كرة ماركا حكم شك في البيت هو يطالب بالفار شكون كان في غرفة الفار ليونيل ميسي قال لي ميسي اش بان لك في الهدف كاميرا واو كاميرا واو شكون كان مطاكل تركيا كمال كوزان مع تسجل عليه البيت هز التليفون الو منار هاد الحقير سجل عليا هدف سامحيني هذا هو الجزاء ديالك الحقير 8 سنين وانت مجرجرني في المسلسل اين ابي سال الماتش خرجت للشارع اش نقول لكم القاوريات كالروز الروز كلاصي زعما ماشي ما قدرتش نصبر وانا نمشي عند وحده قلت لها مادموزيل ام اولويز بيزي بات اولويز فري فور يو انا قلت هاد زعت في راسي على مبغات الزعمة هي تقول لي فين تتسكن الصبليون الصبليونيين ما تيكونوا زويونين بحال هكا تنسكن في سلا قريب لطنجة قولي الصبليون فار انا غمويها هي تقول لي يو ار كريزي تنتصنت للبنج ولكن الا كان تيعجبك كريزي نتصنتوا لي مجموعين ما عندناش المشكل
مشات وخلاتني عافية الحال، قلت غنمشي على دارنا مع الدخلة ديال الحومة تنديرها تيبان ليا رونالدو تيهبط في الرحيل مع القلوطيلات عمرك راه حدانا واحد السفلية. نتوما عارفين نحنا المغاربة على الجار على جارو، مشينا عاوناه سالينا بغى يخلصنا. قلت لي لا كريستيانو خير جورجينا الصابعة خرجنا نشوفوها. تعصب ويدي لي الحركة الشهيرة ديالو، السير في حالك سير ولا تشوف معايا شي حاجة ماشي عاجبكش. طلع بدا تيقاد في الرحيل دارها بانت لي كرة ذهبية ناقصة، هو يخرج للدرب بحال بغيتو تحقرونا في الدرب هذا راه معاكم ولد ماديرا. جورجينا سمعته وهي تخرج وما يلوحوا ليها الكرة الذهبية حدا رجليها. حنا ماشي شفارة بغينا نشوفوا جورجينا. حنا راه في شكل عجينة الخاطر ودينا بحوايجنا. جدي شاف جورجينا وهبل مشى بغى يدير هوليود سمايل ما لقى فين الا الصعم، مشى باش يدير زراعة الشعر جاتو غالية ما بان ليها واحد النونوز ديال ختي كاع نتفو لصق داك الزغب في راسو بكولا سبيسيال ولا تيبان بحال ديك الكوجاكا اللي طايحه في الزربيه. قلت لي جدي اش هاد الشيء درتي في راسك؟ قال لي انا ما جد حدي، انا من اليوم سميتي زلاطان. من ديك الساعه ما بقاش شي بات في الدار ولا تيعمر راس ويتقابل مع دار جورجينا. ديك الطفله يا ناس عليها بيت عساس مجنون بدوك العيون والشوفات تبرد جماري ما تطلع لي عجده او داك زلاطان ولا زلط طلعوا انت شويتينا مع اللي يسوى واللي ما يسواش. ويضر عندي باينة جدك سحرات لي جورجينا ما فراساش راه جورجينا ساحرة العالم. العيالات ديال الدرب فرعوا لها راسها كل ساعة جايين عندها. مرحبا بك بنيتي شوفي حنا تسعود نحصنا العاشرة ونديرو دارت. رونالدو تشبع بالتحافة ديالنا. ديك النهار خسر لي البارابور قال لها جورجينا طلعي دوري داك التفصيل انا نحدي السينيال. طلعات دور التفصيل كاع ولاد الدرب طلعوا يدوروا التفصيل. رونالدو عا قال لها هبطي حدي السينيال انا نطلع ندور التفصيل. دور التفصيل هبط كاع ولاد الدرب داخل اللي حدي السينيال. تي جدي تقور قبل الوقت ولا تيدير النضاضه ديال الشمس في الدار واتاي تيشربوا بلا باي ولا رومانسي والد مع جده 8 ولا تيغوت ليها مادموزيل ومبقاش تيغوت ليها الضاويه تيبغي يدلع تيقول لها لا ليميير ديالي. ولكن المزيانه في هذا الشيء كامل هو ولا سخيته في الفلوس. ديك النهار مشيت عنده قلت لي جدي عطيني شي 10 دراهم نمشي ندور. قال لي الهلا يحوزك اوليدي انت علاش غدور هاك درهم وسير نيشان ميرسي. محمد الادريسي تبارك الله عليك ممثل مدينه سلا قدم سكتش ديالو امام لجنه تحكيم البرنامج خلينا نتعرفوا على الراي ديالهم. دنيا بوطازوت ما عرفتش واش انت حسيتها ولكن محمد كان مستمتع هو الاول بعدا ما هو اهم حاجه انك تستمتع حتى الاول. يس شوف محمد شوف عندي ملاحظات زوينه وعندي ملاحظات شويه مزوينه. مرحبا. انا غنقول لك انا اللي كعجبني فيك محمد هي الدخله دائما ديالك فيها الابتسامه وهذا الشيء انا كنحبه في اي كوميديان كيطلع لاسين خصو يطلع بابتسامه لان الجمهور دائما كيتسنى ان يشوفك مبتسم جايب هموم جايب بزاف ديال المشاكل ولكن اون فوا كيدخل عندك خصو يشوفك ضاحك. هذه ميزه فيك وانا شخصيا كتعجبني لاسين ديالك كتلعب فيها كيما بغيتي. المونديال محمد حلم كنت كنتمنى لو كان حلمتي بينا دينا في الحلم ديال المونديال لان العالم كله كيكون تيتسنى هذيك اللحظه خانوك بزاف ديال الحوايج اللي كان ممكن يعني بزاف ديال البلايص اللي كان ممكن تحط فيهم دي كاك اللي هما واعرين حتى ملي كتكون تهضر لينا على الدرب والضحك ديال ولاد الدرب راه ماشي ضحك عادي راه ضحك زوين
اللي غتقدموا لينا انت هنا هاد جمعوا غتقننوا غتعطيه لينا بطريقه ديال ستاند اب اللي غادي يشوفوها العائله اللي كانت جالسه تفرج فيها والضحك. اش غنقول لك؟ كنتمنى من قلبي محمد الا بقيتي معنا في البرايم الجاي اختار لي موضوع اللي يكون هو محمد الادريسي يضحك بصح ديال بصح باش حنا نضحكوا باسكو فيك بزاف د الحوايج زوينين واخا فهمتيني. الله يوفقك. هذه المره ناخذ راي لطيفه احرار. محمد الادريسي الموضوع اللي اختاريتي ديال المونديال 2030 موضوع اللي يعني استشرافي كما بغينا نقوله، وحاولتي تنتقل بنا فيه عبر مواضيع أخرى، ولكن أنا كنت كنتمنى لو كان اشتغلتي على مخيلة أكثر خصوبة وتعطينا يعني تكون عندك مخيلة أكثر تخرجنا حويجات غير منتظرة ويعني ما يكونش غير كولاج ديال الكلام، حيت أنا بلي جمعتي الكلام وبقيتي كتعود لينا وبعض اللحظات ديك الوحدة الموضوع اللي كان خصها تكون جامعة مانعة لهذوك المواقف اللي عطيتينا كانت كتفلت لك، ولكن كيبقى دائما الحضور ديالك كيخلق هذيك الألفة وكيخلينا كنتمتعوا بك. شكرا. شكرا سي محمد الخياري. محمد الإدريسي مرحبا بك. ما غاديش نختلف مع الزميلات ديالي اطلاقا، غادي نقول لك على انه تبارك الله عليك ما لوحظ عليك وانك واحد الابتسامه كترافقك دائما كتدخل بها الناس كتدخل دهشه كتقفقف وانت كتدخل كتضحك وعرقان عرقتي بالضحك، لم تستغل الموضوع او الحدث كما ينبغي. ملي كتسمع مثلا ملي كتشوف لي سكيتش ديالنا ولا ديال الرواد اللي دازوا ملي كنتكلموا على كوب دي موند كنقشبوا معاها كنعطيوها المزايا ديالها وكنتاخذوها بحب ليها، يعني فرحنا بزاف. وبغيتك تكون اسم على مسمى، انت ادريسي وادريسي السكيتش ديالك مزيان ما تخليش كيدير اكثر. شكرا لك بالتوفيق لك محمد الادريسي. مشاهدينا الكرام تابعنا جوج ديال المواهب الكوميديا في برايم الليله، ونذكر مازال 4 المواهب الكوميديا. دائما نذكركم ايضا باللي المنافسه قوية ماشي فقط ما بين الكوميديين ولكن أيضا بين لي كوتش المرافقين لهم. أجواء الباكستيج نتابعوها جميع. محمد برافو عليك. شوف أنا بعدا والله إلا فرحان بك لان انت مستمتع بالسكيتش ديالك وهذا الشيء يبان كتضحك وزعما هذه واحد يعني واحد لافونتاج يعني واحد الامتياز عندك كنتي مستمتع. ضروري استمتعت بالسكيتش ديالي حيت كتبته وتحت فيه ولي رومارك اللي عطاوني لجنه التحكيم عجبوني بزاف ولا دزت ان شاء الله غنخدم عليهم ولا ما دزت غنستمتعت وغنستمتع معك الزملاء ديالك وكذلك لي كوتش ديالك. زينب سفيان عوم نخليكم تحضروا للمرور المقبل للمواهب الكوميدية في هذا الأثناء. ستاند اب الموسم الثامن يجمع به الموسيقى الكوميديا وكثير من المفاجآت، ما عليكم إلا تتابعونا وتفاعلوا معنا أيضا عبر الصفحات الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أسفل الشاشة. عودة من جديد الباكستيج. دونك سفيان عوم وي دونك بغيتي تعرفي شكون المشارك الموالي ولا الثالث اللي غادي يدوز معنا في هذا البريم؟ دونك بطبيعه الحال بغاو يعرفوا سلام على رسول الله. سال علي حلو على الكاميرا قادر وريها الكاميرا وريها الكاميرا يلا الله عليك يا رشيد شديتي يا قرش خويا. انا غنبدا بالمتسابق سفيان نجيم. هاي برو. إذن سفيان نجيم من مدينة أكادير. خلينا نشاهدوا جميع مشاهدينا الكرام كيفاش حضر ممثل مدينة أكادير سفيان المرور ديالو هذا الليلة. ضمان بشار ديال 2024 برزطوا لي راسي. شوف أحسن حاجة عندك هو التشخيص، كتشخص مزيان الطريقة باش كتشخص بيديك وباش كتحط الحالة مزيانة وتوكل على الله. موضوع عندك مغاير، السيل ديالك ما كاينش
فهمتي؟ يعني السيل ديالك جديد. لا عندك شي سؤال تفضل. حتى انا دابا ولا عندي واحد الثقل كبير. شنو؟ لانني ما بغيتش نحنتك دونك ندير مجهود كبير من هذاك اللي كنت غندير باش غير تكون زعما حسن زعما اختاريتي وعرفت شنو اختاريتي. وانا تيق فيك. شكرا. برافو عليك. الله يحفظك يا فراسك. بعد ملاحظات الكوتش رشيد الليليه جا وقت المراجعه النهاريه، وسفيان نجيم برفقه ستيل والكتاب كيوجد لكم سكيتش من نوع خاص ومركز مع ادق التفاصيل ديالو. زعما اشنو عنده ما يقول لنا على الانسان البدائي؟ نستقبلوا جميع ممثل مدينه اكادير سفيان. هادي السلام عليكم ديالنا. انا سميتي اخر بياسة شاط في الانسان البدائي بيس. شحال من واحد دابا فيكم كيقول مال هذا مازال ما مات؟ حنا راه ما كنموتوش الاخوان، حنا راه غير كانت عندنا الماكله قليله، كان عندك غتاكل ما كانش عندك غناكلك، كليتهم كلهم وبقيت انا حاكم لازون. لازون لازون كلشي معايا لازون. لا سقطوا براش كثر مني، ولكن انا راني كبير في اللار، انا في عمري 3500 درهم سنه ضوئيه، انا راني طويل على المسافه ما بين الارض وزحل وما زال معكم حروبات. لا حقاش فيكم الفشوش، فيكم الفشوش وتا ولادكم فشتوهم فشتوهم حتى نفختوهم. كاين تات عندكم دري صغير قلت ما فيها باس، كتوكلوه كتشربوه كتغطوه مازال كيبقى صغير. واش عندكم عباد الله لومبوطية في النمو ولا شنو؟ ها دويو؟ حنا راه كاين تات عندنا الدري في عمرو 63 عام، كيف كاين تات كنديوه ديريكت عند الحلاق يطراسي لكادو ما، وبالعشية كنديوه ينافيكي على روحو كيقلب على روحو، ماشي بحالكم البشر ديال 2024. برزطوا لي مخي، حنا العصر السرعة، حنا السرعة، وانتم من كازا الحي محمد اللي كديروا سبعة سبعة، فين هي السرعة؟ وريها لي أستاذ، راه وريها لي. حنا البدايين كاع ما كانوا عندنا وسائل نقل، كنا كنتنقلوا غير بالخطوات ديالنا لحقاش كنا كبار. فاش كنقنط كنهز الوليدات والمدام كندير خطوة أنا في الصويرة، لا لقيت فيها الجو ماشي هو هذاك كندير خطوة كنمشي لأكادير، كندوز تما النهار حتى العشية وكندير خطوة نرجع في حالتي للدار. سمحوا لي نسيت المدام. ولكن كان عندنا الاحترام، كنا كنلبسوا غير اوراق الشجر ونتسركلوا في الغابات. عمر ما جات عندي مرتي الله يرحمها قالت لي تبسل عليا شي حد، طاحت ليها حنضه حدا عائلتك، عائلتك كلها غير رجال، قسما بالله ما كلمها لا تكا لا تاكل لا تكلاتي كيوين. كتضحكوا انتوما راه القضيه اللي عندكم حمضه، كتلقى البنت مسكينه ما لابسه لا اوراق الشجر لا اوراق مزدوجه، لابسه حوايجها وغاديه في الشارع في امان الله وحفظه. ولكن عندكم شي دراري الله يحفظ عندكم عندهم شي عينين كيشوفوا ما وراء الطبيعه. انا راه وليدي كان عنده الديناصور كيخرج العافيه من فمو، عمرو تبسع على شي وحده ولا جاب لي الطبريه الداسره؟ الله يرضى عليك هذا ولدي. عامكم ساليت هنا، انا مازال ما ساليت، انا مازال غندافع على عيالاتنا. عيالاتنا ما كيكراو تكاشط، ما كيسلفوا طالونات وما كيديوش كاشه وزينه الكيسان للعراسات، ها كيديو جوج حجرات، وحده كانوا كيريحوا عليها لحقاش ما كانوش عندنا الكراسة، والثانيه كيعطوها للعريس. كنا كنساهموا في بناء بيت الزوجيه، الخير في المساعده. ها بقات بابي كادو فيه القلوبه دويو، ولكن عزيتوا عليا كيما ضحكتوا عليا انا غنضحك عليكم دابا وغنفرحكم بواحد الحاجه. مشيت ندير عمليه تجويل على الاخوان، عمليه تجميل، رانا انسان بدايه الله كنتعلمها هضرتكم ما تديوهاش عليا. مشيت ندير عمليه تجميل وانا ندير لي سكال في واحد البلاد كاينه هوك. ايوا الاخوان هوت نجيب واحد الدور وندخل واحد قاعه الحفلات، اقسم بالله ما ديال الحفلات. لقيتهم حاطين ماكله وحده كاوكاو وميلفاي،
ديك ملفاي والله ما ملفاي وقيلة فيها غير شي دو ولا تخوفاي والعروسة ملبسينها لبسة وحدة واحد الميكرو واحد المغني كيغني غير الأرقام بالفرنسي هيا صون لون صون تخوان صون فخاطر عبد القادر تحية لشوشاء باري الناس باري ناس متواضعين ناس بدائيين أكثر من نحن البدائيين كيتقام عليهم ذات العز بميزانية ديال الحفل المدرسي عندكم هنا في المغرب انتم لا اللي زعما كان انتم كديروا فيستيفال انترناسيونال واش كاين عباد الله شي عز مليار و300 هذا راه افونس في كريستيانو بلا جورجينا والجلالي ولكن الماكله عندكم غزاله خصوصا هذيك اللي كتعمرها بس هذه كتبصيله بالحيط غزاله بنينه داك الاخر داك اللي كيقول جاش محمر كنت كناكل الخضران هذاك بكل شيء ديالو واعر عندكم هذا الشيء اللي زعما كان واعر ولا كيتكايسوا لي على العروسه مسكينه تكايسوا لي على العروسه راه كتعذبوا انا عرفت عندكم الثقافه وعندكم بزاف ديال التكشيطات ولكن انتم مدخلينها باللبسه الصحراويه انتم بعدين مخرجينها باللبسه الكازاويه انتم بعدين مدخلينها باللبسه الفاسيه انتم بعدين مخرجينها باللبسه الامازيغيه وكتلقى لها داك التيس ديال اتلسات سليت اللي زاروم ليل شربي لهم ليل تجور غا تجور غا تسليت كادا غرسة ترردردرني سرسة تسلزلتي ترردردرني تسليت كادا غرسة ترردردرني سرسة تسلزلتي وار عندكم هادشي اللي زعما كان وار ولكن الله يجازيكم بخير تكيسوا علينا احنا البدائيين اللي منهوك راه الحاجه الوحيده اللي درنا هي شعلنا العافيه بالحجر ودابا كنشعلوها في عباد الله ودابا بغيت نوصل واحد الرساله ما تبقاوش تفروا تكاشطوا عباد الله تقولوا قالوا الناس زمان حنا ما قلنا ولا والله بالله واش صرح معكم ميرسي سفيان ممثل اكادير شعل الحماس بلاطو ستاند اب هذا الليله مساء الخير عليك بارك الله عليك اي خويا غير كتسالي تجمع الطويل الضحكه مالك ناخذ راي لجنه تحكيم البرنامج سيدي خويا سالي اجمع اطوا انا عندي طالب واحد قولي اسميت ولدك اش غادي نقول لك موضوع رائع ذكاء في الأداء أنت ممثل أكثر من كوميدي فردي برافو ثم برافو ثم برافو لطيفة أحرار سفيان عجبني كيفاش حاولتي تنتقد ظواهر خايبة في المجتمع بأناقة بسلاسة بغيت نقول لك ملكة الارتجال والغناء عندك يعني أعطت القوة وأعطت واحد البهجة للسكيتش ديالك حاول غير ما تغوتش بزاف مي تبارك الله عليك برافو I like you شكرا I love you دنيا بوطازو تكتبي وتعاودي تكتبي كتفكر وتعاود تكتب وتعاود تحسينو كان أنا استمتعت صراحة سفيان موضوعك جميل جدا الإنسان البدائي بزاف فينا ما غيقول شنو غادي نقول فيه ولكن والله وانت كتشخص أو كتجسد تمنيت أنني نطلع اللاسين باش نعاونك عندك مخيلة جميلة خصبة ثقة بالنفس أنا شخصيا كنحبها برافو عليك عندك كاريزما جميلة جدا والله لا تبارك الله عليك شكون الكوتش ديال رشيد رافع رشيد, رشيد. تحية لرشيد تحياتنا لرشيد ونجمع ليكون سعيد وديع وأيضا ياسين عبد القادر مشاهدينا الكرام كل التوفيق للمواهب الكوميدية الحاضرة معنا هذا الليلة أجواء الباكستيج من جديد هاي برو هاي برو سفيان سانك سانك هاي برو يا 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 إيه مزير برافو عليك سفيان من يعني اللي كونديدا اللي تبارك الله كيشتغلوا على المسرح وكيوظفوا الآليات ديال المسرح في ستاند اب وكان يعني الإنسان البدائي موضوع موفق كيفاش جاتك الفكرة
يعني الفكره لان على باز هاد السكيتش عطاوه لينا اجباري وكان ديجا عندي واحد المونودرام فيها الانسان البدائي كنت كنلعب فيها بيرسوناج ديال الانسان البدائي. شكرا سفيان. زينب غادي نرجعوا سفيان نعوم لسحب القرعه باش نعرفوا شكون الموهبه اللي غادي تلتحق بينا. كمان غادي نجيو عاوتاني لسحب القرعه والسوبيره العجيبه ديالنا. دان الدراري لي كوتش قربوا حدايا هنايا باش نشوفوا شكون. يا لا 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 وديع وسعيد. نورمالمون سعيد وديع ولكن ماشي مشكل. ماشي مشكل ماشي مشكل راه حيت كاينه واحده اخرى فيها سعيد وديع. غرك الماء. يلا عطونا المشارك. بما انه رشيد اختارنا حنا الاولين ودخل ثنائي حتى حنا بغينا من عند رشيد يدخلوا ثنائي. ما عنديش ثنائي. لا يدخل الثاني زعما الثاني الفرد الثاني ماشي مشكل. اوكي اوكي صالحي علي صلاح. اذا صالحي من زاكورا ممثل زاكورا نتابعوا جميع كيفاش وجد البرايم الليله. تابعوا اجواء ستاند اب الموسم الثامن مساء كل سبت على الاولى. قول لي البديه ديال السكيتش ديال كيفاش دخل الحلم ديالي فاش كنت صغير هو تكون عندي الطوموبيل. اكزاكتوم خاصنا نونشيني والكلام نصائح اللي قلنا في الفيزيوناج خاصنا ناخذهم اللي قالت لنا اللجنه ما خاصنا ناخذهم. قول لي لا شوت لا شوت فهمتي زعما راه سالا السكيتش ولكن هاد الخطره قولها واقف لا شوت عاد باش انا وياك دابا كنمثلوا واحد شكون هو اللي ماشي هو انت اللي هو هذاك اللي غيطلع لاسين نعول عليك ان شاء الله. هاك تبارك الله عليك. صالحي سيمانة وهو كيوجد في السكيتش الإجباري اللي الموضوع ديالو حراس السيارات واش في نهارو ولا لا هادشي اللي غادي نكتشف. خليونا نتعرفوا هاد المرة على حراسة السيارات بعيون صالحي. الحلم ديالي فاش كنت صغير هو تكون عندي الطوموبيل والحمد لله كبرت وتشبت بالحلم ديالي ولاو عندي بارك ولا عندي باركينغ ديال الطوموبيلات بماليهم. الحلم ديال 20 سنه تانيلا والسبب الغارديانات ولينا اكثر من الحديد خيط من السماء فين ما وقفتي كنوقفوا عليك. انا راه كنوقف على بنادم قبل ما يهبط من الطوموبيل كنقول ليه خلصني غنمشي وديك الطوموبيل شكون اللي غيحضيها غاري دبيل كيخلصني كندير ليه كروه في الرويضه زعما راه فاليدي كنعمر الباركينغ واش كنمشي لشي باركينغ اخر لحاضي الله اش غنحضر ليك انا ما حاضي الطراسي. الناس اللي عندهم الحديد ما كيحملوش الكارديانات والكارديانات ما كيحملوش ضربات الجزاء. اللي خصكم تعرفوه هو المشكل ماشي في الكارديانات لا المشكل في الاربيط اللي كيصفر بيلانتيات. بغيت نرجع للفار ولكن كلا المش وداك الشيء كامل هادشي اللي قلت ما عنده حتى علاقه بطمون جيري. حنا الكارديانات مبادلين مجرتلين كتهمونا بزاف شي كيقول لك شفار شي كيقول لك قمار شي كيقول لك نصاب شي كيقول لك عري على كتاف كيفاش نحيد حوايجي ولا شنو شي كاين اللي كيقول لك عمرتو البلاد بحال الا البلاد خلاها ليه باه. وكاين واحد النوع كتقول ليه الله يخلف كيقول لك قهرتونا بهذا الله يخلف كتشوف حتى تعيا وكتقول ليه سير الله يخلف. واحد السيد كيبلاصي عندي كيعطيني جوج دراهم واحد النهار قال لي علاش ما كتقولش لي الله يخلف قلت له الله يخلف الشريف راه دايره الثمن راه 5 دراهم الا بغيتي الله يخلف ونزيدوك دعوه الخير من عندنا. حنا راه كاريين باركينغ بزباله ديال الفلوس وما قالوا لنا حتى الله يربح. وكاين واحد النوع كيجي كيقول لك اسمح لي ما عندي الصرف الله يسامح راه نصرف لك حنا راه كنتخلصوا حتى بالتي بي او فاش كيبغي يخرج ما كتلقى عنده لا صرف لا حتى تي بي او كيقول لك ما عنديش ما عندكش بقى في داركم لاش خارج والطوموبيل لاش. شكرا الطوموبيل لاش ملي ما عندك فلوس النفقه
وكاين وكاين الغارديانات ماشي بحال بحال 100%. كاين واحد النوع كيشد الجلي غير في يديه، ما كتشوفو حتى كتبغي تخرج كيوقف عليك، وداك الجلي كيشدو في يديه حتى كيخرج لك في المرايه، ما كيبلاصيك ما كيخرجك حتى كيخرج لك في المرايه. واو واو اللاعب استاذ حارس العام المدير، وفي الاخر كيقول لك سلت ود الحرام برهوش. صفقوا على هادي. كيقول لك سلت، وداك الجيلي داك الجيلي كيشدو في يديه كيدور به المغرب كامل، فين ما بانت ليه شي طوموبيل بغات تخرج كيوقف عليها. تقدر توقف عاد مارك يقف يوقف عليك راه خلص. وكاين غارديان طوطوبسيو كيدير كلشي، كيغسل لك الطوموبيل، كيجفها، كيصبغها، تقدر تعطل عليه شويه تلقاه باعها. وكاين انا، وكاين انا تقدر تجي عندنا للدار نتهلا فيك، نكرمك، نعمر لك اتاي، نحط لك التمر، نحط لك التبن اللبن. وفاش تبغي تخرج غادي نوقف عليك غارديان. جايب جاي الستاند اب والتلفازه والعالم وما نعرف شنو هو، وجايب الجيلي غنساليو هنا غنشقركم برا كاملين. انا نهار عرسي درت بارير في الشارع سديتو، عندك الحديد دخل تاكل، ما عندك سير كله في العدس. شكرا. عمرت الشارع، عمرت الشارع، دخلت لقيت كاع دوك الناس اللي بلاصيت في الشارع ستاسيونا والداخل، كلاو شربوا نشطوا، خليت الطلبه كيديروا الفاتحه، مشيت ضربت الجيلي وخرجت نتخلص في الشارع. ترافاي ترافاي طلبه ابري. دخلت لقيت العروسه والعائله والعالم والدوار كلشي كيتسنى فيا، تقول انت كيتسناو في مبابي. هزونا داونا اللوطيل، مع وصلت لقيت الباركينغ ديال اللوطيل عامر حديد، طلعت ستاسيونيت المدام وهبطت ضربت البريكول ترافاي ترافاي. وهبطت ضربت البريكول ترافاي ترافاي الحب ابري. انا كثرت ما تعمقت في تاكار ديانيت، ولادي الا بغاو ينعسوا كنستاسيونيهم. سلمان صلاح اجي انت لهاد الجهه، زيد زيد براكي المان عندك تبوس خوك بارك عليك حبس. صلاح سلمان رجع انت لهاد الجهه، زيد 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 دور المان فوالا، سمحوا لي هاد فوالا غير هربط، رجع لهاد الجهه. انس رجع لهاد الجهه غتسد على خوك غيخرج مع الثمانيه. واحد السؤال ما عرفت علاش ما كتحملوش الغارديانات وعزيز عليكم بونو لا شوت. عبد الهادي الصالحي وماتي زاكورا بالتوفيق لك عبد الهادي. خلينا ناخذ راي لجنه تحكيم البرنامج في السكتش ديالك. لطيفه احرار صالحي. الموضوع اللي اختاريتي موضوع اللي هو كيصور واحد ظاهره مجتمعيه كنعيشوها ديال السيارات وحراس السيارات، موضوع اللي فيه بزاف ديال المواقف، يعني في كل درب في كل زنقه في كل كان خصك غير تحضي. هذه انا دائما غادي نبقى نعاودها لكم لان الملاحظه كتعاون في الكتابه. الحراس كنت تحرسهم، يعني انت تحرصهم باش تاخذ منهم هذوك المواقف، تشوف هذاك لي غاك اللي كيتصنعوا في ديك اللحظه، وكيفاش تولي هذيك الغاك ديالك انتيا كتولي اعاده الكتابه للواقع. بغيت نقول لك خاصك تخدم على الايقاع الداخلي ديالك مزيان، هذاك الهدوء ديالك، ولكن الايقاع الشخصيه اللي كتقدم حاجه اخرى، هذا هو اللي كيخلي انه في التشخيص ديالك كيبقى ديك البروده وكيبقى واحد الرتابه والملل. ولكن اللي كيعجبني هو انك كتمتع وكتبتسم مع الجمهور وكتصفق معاه، ودي فوا ديك اللازمه اللي لقيتي زوينه زوينه بزاف، حيت هذوك هما اللي كيعمروا ديك النقاط
ديال سكيتش ولا شوت داك التوقيع ديالك جميل جدا. حاول تشتغل اكثر على الايقاع ديالك. دير رياضه دير رياضه تحرك تحرك لان كنحسوا بك ثقيل فوق الخشبه. تبارك الله عليك. سي محمد الخياري وحنا متابعين سكيتش كنا كنشوفوا عبد الهادي في لحظات ايديه تيرعدوا من كثر ربما توتر. شنو رايكم في الاداء ديالو اليوم؟ انا اللي كيعجبني في عبد الهادي الصالحي اللي كيعجبني عندك هو انت اصلا فنان. انت فنان تلقائي يعني فنان داخل بها مدخلها معاك اكيد كتوقع واحد الدهشه كتوقع واحد هذا شفناها من خلال يدك يعني صحاب اللي كتستصويني بشي طونوبيل اللي كتقول من خلالك قبل ما نرجع لعندك كنقدموا التحيه لجميع حراس السيارات لان بكلهم بحالهم بحال جميع المهن فيهم الحرفيين وفيهم الارتجاليين وفيهم المتطفلين. نتمنى عند الله يستافدوا من الوالد ديالهم وما تنساش الا كاين شي حارس مثلا يسيء شيئا ما لانك تحط سياره ما تنساش راه كاين حارس اللي انت ناعس في دارك وعاس لك طوموبيلتك واش دخلت من السماء والتبروري هو بارك ما عندوش براكه باش يحميك انت مسد مخده زوينه والناعس تحت مانطه زوينه. دنيا بوطازوت صالحي غادي نضيف على ما قالوا الاساتذه. لما قالوا الاساتذه موضوعك زوين عرفتي موضوع ديال الكارديانات راه واحد الموضوع اللي هو غني جدا. ولكن قبل ما نعطيك الملاحظات الصالحي غادي نسولك واش انت اللي كتبتي الموضوع أنا ديالك فكرتك انا خدمت كارديانه ماشي عاكس في السوق. ها ولا صالحي درتي الغش إلا قلتي أنا خدمت غارديا راه خصك تجبد ليا كيف تنقولوا النقعة ديال لي كار. أنا عرفتي شكون تنتمنى؟ كنت هاد ستيج هذا كله تخيلو باركينج ودخل ليا في جيلي وما تهضرش كاع معانا ما تسناش الموسيقى أنت نسى الموسيقى من هي داخل كتستاسيوني راه كاين اللي كيقول لك ستاسيوني الطونوبيل وتيهضر في التليفون تيدير لك عير يا ودي شوف فيا باش نعرف راسي فين غادا سيغتو ملي كتلقى شي حد ما كيعرفش يستاسيوني. موضوع اللي هو غيش بزاف فيه بزاف ما يتقال. الا بقيتي معنا كنتمنى انك تاخذ هاد الملاحظات اللي عطيتك بعين الاعتبار واللي عطاوك حتى الاساتذه وتبارك الله عليك. شكرا بالتوفيق لك عبد الهادي الصالحي. وبالمناسبه نذكر بلي برنامج ستاند اب هو بدايه الرحله والحلم لكثير من المواهب الكوميديا. بالتوفيق للجميع الباك ستيج من جديد. زيد شوية على اليمين براكي 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 راه انت اللي براكي جمع كلشي جمع كلشي انا اللي كارديان ماشي انت. برافو عليك الصالحي الله يحفظك. خدمتي كارديان عيش مثلا مع الطوموبيلات مع كتستاسيوني كلشي كاميوات بالور كنستاسيوني الناس مواليهم الطوموبيلات مواليهم. عندك شي طوموبيل؟ عندي طوموبيل تحاسبوا من بعد ان شاء الله. قول لي هذا كان سكيتش اجباري ياك ودرتي فيه اختاري وكتبتي على لي غارديان ياك دونك المره الجايه ان شاء الله الا جاب الله وتاهلتي شنو ناوي تبقى في الدومين ولا تبدل؟ لا لا ما غنبدل والو غتبقى ديما في الطاقات غنشوف شي حرفه اخرى. برافو عليك. هو نورمالمون السلام عليكم نورمالمون ما كانوش خصهم يدوزوا جوج مشاركين من عندي دفعة واحدة كان واحد تلو الآخر مي هذه هي القرعة فهمتي ديال كأس إفريقيا بيس. شكرا لك نخليكم في الباك ستيج نمشيو لأجواء الموسيقى ولكن اسمح لنا الله يخليك الله يخليك احنا كنا جايين نهيتو ما هيتناش دابا نهيتو دابا ثلاثة بلاتي نوقف انا راه كنت الحسناوه اش اختي تهيت يا شي مرحبا بك تحيه الحسناوه والناس ديال الغرب والناس ديال دنيا مرحبا بك. دابا دنيا كتقول لكم كتمثل الحسناوه حيت نسابها حسناوه تحياتنا للساف خصني ندير مزيان مع نسابي واجدين واسع جوج واحد يلا كلشي معايا عدياك وعدياك عدياك البوطة عدياك المجمر عدياك يشدوك واه يا هذيك تي 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 وي هو وي 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 مرحبا بكم في برايم الليلة من برنامجكم ستاند اب. شكرا لك.
يكون. انا شخصيا معجبه باللون الموسيقي اللي تتقدمه. انا كنحاول نقيس في جميع الانماط الرغم ديالي واخا ماشي انا ولد المنطقه ديال الغرب، مي بحثت وعجبني النمط ديال الهيت وديال وخدمت الغرب عليه. وخدمت عليه. اللي ما كيعرفش الهيت منين جا فهو كانوا كيستعملوه الصياده فاش كانوا كيخرجوا باش يقلبوا على الحلوف باش يقتلوا، كانوا كيبقاو يديروا هاد الاصوات هذه باش يخوفوا. الرمه هما الصياده، الرمه هما الصياده. سيدي محمد تكونفيرمي كانوا يخرجوا الصياده هما كيديروا هاد الاصوات هذه هذاك شيء هايت باش كيخرج الحلوف وكيتيريو فيه. يا سلام عليك واكيد راجع باش تنشط لنا الاجواء في قريب الليله. شكرا لك مشاهدينا الكرام، هذه البدايه ومازال مرحبا بكم اللي يلا التحقتوا بنا وكتشاهدونا على القناه الاولى اجواء الليله من برايم برنامجكم ستاند اب. نذكر اننا كنعيشوا اجواء الموسم الثامن. شكرا على المتابعه ديالكم. العوده من جديد للباكستيج ولاجواء المنافسه. ها هو ثاني وثاني، ها هو ثاني وثاني، طيرج السرعه وثاني، ها هو وثاني، هادي القرعه وثاني، ها هو ثاني وثاني، حرك مزيان عاوتاني، ها هو ثاني وثاني، هز انت رشيد عاوتاني. اذا صافي شكرا ما خليتيش لي الحوار. عطيه الله يتنعطيه الحوار. اذا سيداتي وسادتي القرعه دابا نبدلها اوكي راه غيسحبوا ما عندنا الشفافيه والمسلاقيه. فهمت اوكي 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 فوالا عاوتاني. ياسين عبد القادر. فانا تنفضل في هذا الباساج هذا يدوز سعيد وديع. عفوا يدوز لا 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 انا نزاوك فالبصل. اذا محمد البصل من مدينه الدار البيضاء. سكتش ديالك البصل تجميل. اذا على التجميل حظ موفق ليك ممثل مدينه الدار البيضاء احمد البصل. مدينه الدار البيضاء احمد البصل اللي في البرايم السابق تألق ملي تكلم على واقع مواقع التواصل الاجتماعي، نقل لنا الصوره بطريقه كوميديه. واش غادي يقنع لجنه التحكيم هذا الليله؟ قبل ما نتابعوا السكتش ديالو على التجميل نشاهدوا كيفاش حضر المرور امام لجنه تحكيمنا. قبل ما نجي لهنا قلت نمشي ندير التجميل عاد نجي. واخا تعطينا تزيدنا هاد لي سيتوياسيون صافي باش نقادهم ويتجمع السكتش. مشيت بيت زعما بغيت تشوفوا كيفاش لا سوليسيون كيفاش نونشينيو لا سيتوياسيون الاولى ديال هذيك النفخ والفش اللي غنتفش وكذا. لا هي تنقادو دابا حنا بحال تنخرجو باش نكتبو فهمتي البلاد مزيان. هاد لي موديفيكاسيون اللي خديت دابا غيكونوا زوينين ان شاء الله. زيد اكتب زيد زيد اللهم يكون عندك بزاف ونقصو ويكون داكشي مكونسونطري على الكاك واللعيبات مكوندونسي مزيان ويطلع السكتش مزيان ان شاء الله. في اجواء بارده البصل كيحاول يكتب ويخرج مواقف دافئه من موضوع التجميل اللي جا فيه في القرعه وكيكتب ويمسح ويكتب ويمسح حتى يلقى داكشي اللي باغي ومقتنع به باش يقدم لكم افضل ما عنده هاد الليله. خليونا نكتشفوا جميع شنو عنده ما يقول لنا على تجميل احمد البصل ممثل دار البيضاء. الزين زيني انا او زيني وحدو الزين زي البيضاوي الزين جرح ويداوي الزين او زيني انا الزين او زيني وحدو الزين او زي البيضاوي الزين. اي هو اي هو اي الله الله انا راه ما كنتش بحال ما انا راه كنت زوين كنشعل بكثره ما كنت زوين كنت كنكون غادي في الطريق الزين كيدفق لدرجة أن الدريات من الدرب كيتبعوني من اللور يجمعوا في الزين ويلاصقوا. خاصكم تعرفوا واحد القضية شتي دوك الحفاري اللي كاينين في الشانطيات هادوك راه دياولي حفاري الزين طاحوا ليا. كيقول المثال إلا مشى الزين مشاو تا الحروف قاع الآليف وبلا همزة. قبل ما نجي لهنا
قلت نمشي ندير التجميل عاد نجي. مشيت قيت واحد العياده وانا ندخل قيت دايرين باب على اليمين مكتوب فيه خاص بالنساء، وباب على اليسار مكتوب فيه خاص بالرجال، وباب الوسط مكتوب فيه خاص بريفي. قلتها معنا خاصني بزاف، قلت هذا هو اللي خاصني. يلا قصدت الباب ويخرج لي واحد الطبيب قال لي بونجور تقدر تقول لي شنو باغي تبدل؟ قلت له خويا غنبدل ساعه اخرى. خرجت بحالاتي مشيت كنقلب على راسي ونلقى واحد العياده اخرى مالقين واحد لافته كبيره كاتبين فيها جميع انواع النفخ والفش. وانا ندخل لقيت عرام ديال البشر، شي باغي تنفخ شي باغي تفش. وقفت معاهم شويه عاد خرجت واحد ختنا قالت لنا شافه شافه قالت لنا شافه اللي باغي يتنفخ يدوز من هكا واللي باغي يتفش يدوز من هكانيات. وانا مع الدعقه دزت من هكانيات جيت مع اللي باغي يتفشوا فشوني اكثر من مفشوش واللي دايرها ما عجبنيش الحال قلت لهم نفخوني ويا تنقز عليا خطنا خويا البرد ساله سير تنغدا واجي. خرجت بحالاتي ما كان كان محرك شويه البرد نفخات لي الدرسه الغد لي رجعت عدم قلت لها انا جيت نفخوني قالت لي لا لا خويا لا صرت تفش لك الدرسه واجي وقع لك شي عاب سيت ولي واحد فيا. وانا تتعبني تعاتقت وبديت كنغوت قلت لهم والو فشيتوني تنفخوني الدرسه ما سوقكمش بها نفشها راسي. شافوني حمرت فيهم وبديت كنغوت كنعدم واحد نص كيلو ديال البرد ديباناوني بيه وقال لي يلا سير. خرجت بحالاتي ما عزيزش عليا المشاكل مشيت بحالاتي. دازت واحد اليومين فشات لي الدرسه ولاني تنفخ لي نيفي. رجعت عدم قلت لهم نيفي تنفخ فشوه. شافني الطبيب وقال لي لا لا ولدي هذا ما خصوش يتفش هذا خصو يتبدل. قلت لي بدل زربوا عليا دخلوني للبلوك حيدوا لي النيف القديم وداروا لي نيف جديد ها هو نساو لي التقابي ما داروهمش. وانا بقيت كنشم لا كنتنفس وليت كنتنفس من ودني. دابا انا كنت كنتنفس ودار معايا شي واحد بزاف كنتخنق داك النهار ضربني البرد عطس من ودني طاح لي الطبل في الجوق ديالو. تصحابوني سكتوا ورجعت لعدم قلت لهم قادو هاد الديفو اللي درتو. شدني طبيب ويدي لي واحد الفيلتر في هاد الودن قال لي انت هادي تنفس منها وهادي سمع منها من تما وانا كنسمع الهضره الهضره اللي دخلت من هنا ما كتخرجش من هنا. معنا خارج تلاقيت مع واحد صاحبي قلت لي مالك قال لي انا راه جاي نحيد الكرش والحنقوره وانا نقول لي شحال ضرب معايا في جوج بياسات. معنا صاحبه بقيت فيه قال لي خذوا مع فابور شديته من يده دخلته لعند الطبيب قلت لي شوف السي الطبيب السلعه هي جايبه معايا ضرب معايا في المعلم شحال. داروا لي العمليه وليت بخير. ها هو كان واحد المشكل الحنقوره ديال صاحبي فيها الزغب بزاف ولات كتنوض لي اللحيه هنا وبكثرت ما بقات كتنوض لي اللحيه هنا وليت لي تلاقيت معاك يقول لي انت مالك اصاحبي على حالتك والصاد كيقتل وانت داير كشكول مالك اصاحبي. دازت شهرين ويا تفش لي الكرش قلت شوف صاحبي كون ما عرفهاش ميطاسي وكاع ما يعطيها ليا. ولكني ملي جيت نكتشف لقيت المشكل فيا انا عندي سوء التغذيه سبابي السنان ما كندغش مزيان وانا نقول اجي ما اجي غنمشي ندير سمايل هوليود. مشيت لعند الطبيب ويقول لي الطبيب شوف اولدي الا بغيتي تركب 10 ديال المليون الا بغيتي تحيد 2 ديال المليون لافير كامله ولدي غتطلع لك ب 12 مليون. قلت لي صافي حيد ويقول لي تفضل قلت لي حيد خمشي بحالاتي. طلع لي الدم من شي حاجه سميتها التجميل قلت غنسى وانا لقى باقي مشكل طويل طويل بزاف. مشيت لواحد العياده كينقص الطول دخلت لقيت بزاف ديال القصار باغيين يطوالو وانا بوحدي اللي طويل وباغي القصار. عرفتي اش داروا عليا وفرحوا واحد الفرحه بزاف وكيغوتوا
وجابوا الحلوى والمنادى والسكرتيرة طالعة فوق البيرو كتزغرت والطبيب بارك عليه ما دير حالة نادرة زرب عليا دخلني ويقول لي شوف ولدي إلا بغيتي نقصوا لك من الركبة لتحت ولا سقوا لك شوفية مع الركبة مزيانة إلا بغيتي نحيدوا لك من الركبة للفوق ولا سقوا لك الركبة مع ليهونش مزيانة أنا مع الفرحة قلت لي حيد كل شيء لصق شوفية مع مع ليهونش أخرجت بحال شي بطريق شابوني واللي شابوني قصار بنت لي أنا هو اللي قصير هما طوال استانفوا على العملية واحد ما بقى بغى يديرها وخرجوا بحالاتهم عرفت راسي داك النار خرجت على راسي وعلى داك الطبيب مسكين راه سد العيادة ودار فايت أنا ما وقفت هنا برافو ولكن خصكم تعرفوا واحد القضية أنا دبرت على راسي وليت خدام بخير خدام في واحد لابوراتوار ديال التجميل حاطيني في واحد الفيترينة وحاطين حدايا واحد البوغوس هو كاتبين عليه بعد التجميل وأنا كاتبين عليه قبل التجميل مع ومع قلت وليت صافي مدبر على راسي علاش غادي نبقى نقلب على نكون زوين ناخذ مرا زوينة ونولد وليدات يكونوا هما زوينين مشيت درت عملية ديال القلب داروا لي العملية وركبوا لي قلب ديال درية تخلطوا لي الهرمونات وليت كل 15 في الشهر كندير بكي هسي ممثل مدينة الدار البيضاء تبارك الله عليك وبالتوفيق ليك شخصي شكرا بزاف وهذيك اللي في البرايم اول مره نستشني بيبي كام بيبي كام داون كام داون سنتي خفنتي في خلا خبرك خيتي بان فاو راجي نشوفو راي لجنة التحكيم في الاداء ديالك وفي السكتش اللي قدمتيه هذا الليله دنيا يا دنيا اش قال لك الجاي كي تشفى لبصل انا نقول لك شنو قلت سيدي محمد دابا قلت له الحمد لله تلخر يا وش قمع خلعتينا في الاول صراحه انا البصل حنا كنا ملي سمعنا في الباكستيج كيقولوا البصل وسكيتش التجميل سنينا بوم حيت حنا ملي عندنا داكشي اللي قدمتي لينا في البرايم اللي فات بقى لاصق لينا في دماغنا فهمتي يعني احنا كنتسناو منك دائما الافضل ودائما الجديد ماشي غير انت راه بزاف ديال لي كونديدا بزاف ديال الحوايج ما كاين ما يتقال في التجميل ولكن الموضوع ككل انا صراحه الموضوع ككل عجبني وزوين بزاف وفيه بزاف ما يتقال شويه صوتك البصل حاول تخدم لي شويه الصوت ها ما نحش بك من القراجط كتغوت كدير افور باش توصل لينا صوتك لا بشويه ستيج ما نخافش عليك فيها انت كتمرح فيها كما بغيتي كيف ما تنقولوا المره الجايه ان شاء الله الى 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 دزتي معنا البصل بغيت نشوف داكشي اللي عندك ديال بصح زيد خدم زيد خدم توفيق شكرا لك سي محمد الخياري البصل انا من الناس المعجبين به لان كيف قلنا في البريم الفارط انه كان جد متالق واحد في الامس القريب فهو نهج واحد النهج ساخر خدا النكته الساخره الكوميديا السوداء موضوع جميل لا يخلو من السخريه كان اداء مستحسن في الاول كيف قالت دنيا اختي حتى الاخر بقينا هزين لك الهبيله مره كتدور عندي كتقول لي مالو والنصيحة اللي نقول لك نقص شوية من الغوات نقص من بعد إن شاء الله إلى سهل ربي واحترفتي استعرف أنه كاين فرق ما بين ميكرو بالادور وهذا الميكرو اللي عندك هذا ملي كان بغي نغوت كان نقول لا بس بخير أسمع كان بعده دابا أنت عندك هنا اللي قلتيها كتدوز في هذاك كتبان ساتوري أو نيفو ديكوت ناخدو رأي لطيفة أحرار نبصل بعد اللي عجبني عندك البصل هو انك في التعبير الجسدي ديالك ضابط المقومات ديال الحركه ديالك فوق الخشبه ضابط يعني حتى الشخصيات اللي كترسم لينا ضابط الطريقه ديال الكلام ديالها الوقوف ديالها لا ريسبيراسيون ديال التكست ديالها ضابط الليكسيك
اللي اشتغلتي عليه واللي عجبني هو انك واخا قصتي واحد الفئه ما يعني حاولتي انك ما يكونش هناك لا تجريح ولا شي حاجه، بالعكس حاولتي انك دير تشريح لواحد القضيه اللي هي التجميل وهادشي اللي كنعيشوه. هذه كلها مقومات كتخدم للصالح ديالك. طبعا اللي كان انا كنشكر الاخت زينب لان افق الانتظار ديالنا معاك نتايا دائما طالع، سي بوركوا كان اكزيجيو منك اكثر لان عارفين بان عندك مقومات ديال ان ستاند ابور وديال ان كوميديان كامل فوق الخشبه. دونك اشتغل اكثر، ابحث اكثر، قلب، سول، يعاونوك ناس اخرين في الكتابه، راه في الفريق، راه في ستاند اب راه كاين فريق كيشتغل مع هذاك اللي كيكون فوق الخشبه، دونك اشتغلوا مع الفريق، روح الفريق كاينه. دونك كنتمنى لك حظ موفق وشكرا. شكرا لك لبصل، كل التوفيق لك ونخليك تلتحق بالباكستيج. مشاهدينا الكرام، مازال كوميدي واحد غادي يقدم سكتش ديالو امام لجنه تحكيم البرنامج. المنافسه قويه بين لي كوتش والمواهب الكوميدية، شكون فيهم في نهاية البرايم غيكون أكثر إقناء لجنة التحكيم باش يختاروه للمرحلة المقبلة؟ ما عليكم إلا تتابعونا إلى نهاية برايم الليلة على الأولى. خليونا نرجعوا للباكستيج. أجي يا البصل، صافا بخير؟ صافا تخي بيان الحمد لله. هو هذاك ناضي كناضي تجميل مزيان، انت جميل جميل في الكوميديا ديالك، تبارك الله عليك. انت ولد الدار البيضاء بالضبط، من اشمن منطقه؟ حي المحمد. حي المحمدي تبارك الله، اللي معروفه بالفنانين الكبار اللي تخرجوا من هذه المدرسه. واش انت كنتي كتانسبيرا من الفنانين اللي خرجوا من هذا يعني من هذا المكان؟ اكيد، احنا يعني تكونت في دار الشباب من الصغر، ومن بعد مشيت للمعهد، وهذوك الناس اللي كانوا تما كاملين يعني كانوا محتضنيننا كلهم، يعني بحال وليداتهم، حنا كيشدوا معنا كيقولوا لنا كيوريونا، يعني ترعرعتي في الفن منذ ولادهم تا هما وبخينا. اذا شكرا لبصل، ونتمنوا لك مسيره موفقه. مازال موهبه كوميديا وحده نتعرفوا عليها دونك مشاهدينا. فوالا، ما عندنا ما نديروا بالتيراج والسور ولا بالقرعه. كيفاش كانت اجواء تحضير ممثل خميس الزمامره المرور هذا الليله امام لجنه التحكيم؟ خليونا نشاهدوا شميه. السلام عليكم، وكاين التقاعد؟ هاد اللعبه بعد لي نرجي. لا، طلع لي الريت. السلام عليكم، تايست كيشرح ليهم في الكار. اوكي، دابا عارف الا ما تمتعتيش نتايا بالسكيتش ما نتمتعوش حنايا، عارف هاد القاعده. استغل لي الرقعه كامله، ولكن ديما ديرها في بالك، قول اخر ظهور عندي هو هذا وراه غنمشي. نبان زوين، ما نطيحوش في هذا المشكل مره اخرى. الله يرحم الوالدين، تفضل اخي. محمد المعروفي كيخدم على ملاحظات الكوتش ياسين عبد القادر باش يوجد السكتش الاجباري ويكون عند حسن ظن الجمهور. الله يخليكم، بحراره نستقبلوا محمد معروفي. السلام عليكم. شوف، غير باش نتفقوا على واحد الحاجة، راه كاين التقاعد وكاين لا غوتخيت. أنا با متقاعد، وأول حاجة دار شري كرسي ديال المقص باش فين ما والاه يجلس، وتبلى لنا بالقهوة. واحد المرة تعطل علينا، خرجنا تنقلبوا عليه وأنا نلقاه جالس في قهوة، لقيته جالس مدور عليه كاع دوك المبتدئين في البلية، جالس وكيشرح لهم. هذا ما تكميش إلا كان فقل من 70 كيلو، هذا كميه مور الماكلة، هذا على الريق هو اللي مشى تبدا كيكمي، تيبدا يكمي 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 حتى ما كيخلي الحمق ما يكمي وراه. عاد كاين واحد القضية كيديرها الوالد، تبلى لنا بضامة ولا عاطيها لضامة، كثرت ما كيلعبها ولا كيدخل للدار كيعيط لينا على البياضق. إلا جوج خوتي صغار، إلا جوج خوتي صغار نسميهم حبل وبونز. اما واحد خويا عايش في الغربه كيقول لي عالضيم، ما كيهضرش معاه كيما كيهضر معانا حنا. الو الضيم، يا 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 يا
من نهار مشيتي يا وليدي وطاح علينا الضايم من نهار مشيتي وطاح علينا الضايم امتى غتشدك الواد امتى غتشدك الواد امتى غتشد وليدك داك الواد وتجي ترشمنا بغي يدبر عليه خدام على ضامه كتحبس عنده في القهوه ولا برا كيطبق علينا في الدار واحد النهار لقاني كنلبس سبرديتي قال لي يا جنتا فين غادي قلت له غادي عهنا قال لي وحيد سبرديتك وجلس هنا هو يعيط اختي فاطمه وفاطمه قلت له نعم ابا اجي هنا مع وصلت هو يصليها معاها قلت له علاش ابا قال لي اش كنتي كديري ليه جلسي هنا يلا بغى يعيط الوالده طرقها هنا فخ لك الوالد دار فيها قال لي اش اش كديري هنا دوزي ليه والوالد ملي كيحس بشي حاجه ما هياش ما كيبقاش يدوي كيولي عينين هنا كنعرفو خاصني نوع الفلوس وملي كيبغي يمشي للطبيب ضروري يمشيو معاه وملي كيبغي يسيري الفلوس ضروري يمشي بوحدو هو غير كيسيري الفلوس تيبدل الكود الكيشي وما كيتيقش فيها عادي دينا معاه اوه واحد النهار الوالده فيقتنا الصباح بكري قالت لنا نوضوا ربكم راه بغى يدوي معاكم داكشي اللي درنا خرجنا تجمعنا جلسنا لقيناه واقف وعاطينا بالضر قلت له ابا وادور شوف فينا ويحل عينيه هو راه كان كيشوف فينا فاس السيد كرط كل شيء هبيل وعاد الواعره الواعره ملي كنحتاجو شي نهار ولا كنقلبوا عليه ما كنلقاوش جامي يكون معنا ولكن بما انني ذكرت الوالده الوالده حنينه مسكينه حنينه فين ما كتشوف الوالد كيدور فينا كتقول لنا راه عباكم هذاك ما تديوش عليه ولكن انا عندي واحد الحاجه بغيت نعرفها الدري ملي كيكون صغير كيقول لك هذاك راه مازال صغير ما تديوش عليه ملي كيولي شباب كيقول لك راه طايش دابا يدير عقلو ما تديوش عليه ملي كيكبر في العمر كيقول لك راه كبر ما تديوش عليه وانا امتى ندي عليه انا وقتاش وعاد الوالد ميرسي والوالد ديالي انا ما شد البيرمي حتى شد التقاعد قال لي كلمه واعره قال لي شوف اوليدي ملي تولي تسوق دير كل شيء حمق الا انت هو ملي نشدو الطريق ما يخلي انتيردي ما يخلي ضو حمر ما يوقفش فيه ما يخلي ستوبات قلت له باش كدير قال لي انا احمق هما اللي خاصهم يردوا معايا الباب اما واحد المره كنشد بين الطريق انا والوالده وخوتي غاديين في امان الله حنا وصلوا لواحد الفراج ويطوب دوبل طوموبيل قلت له واش كدير الحاج قال لي اش كندير قلت له ما خاصكش الدوبل انا قال لي ياك دير السينيال على اليسار بس قال لي نزلي هنا هنا عرفت الفرق ما بين الناس ديال لا غوتريت والتقاعد اللي كيشدوا لا غوتريت كيلقاهم جامعين لهم 180 مليون ديال النقاط كيعيشوا الحياه تيخرجوا كيسافروا تيمشيو على برا تيمشيو جزر بهاماس جزر مالديف بني ملال كيربيو كلب شيواوا شنو كيغنيو ليه شيواوا تا 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 شيواوا تا تا كيبقى الشباب في القلب انا الوالد ديالي ما كيخرجش كيدخل عندنا للدار وكيقابل كلشي الا حياته تيبقى علينا عداك وعداك عداك عداك البوطة عداك المجمر عداك الثلاجة عداك التلفازة ملي ما كنصمتوش ليه ولا كيطلعوا ليه الدم تيبقى علينا تهتي 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 ميرسي محمد معروفي كنتمنى لك كل التوفيق اخر كوميدي قدم سكتش ديالو في برايم الليله امام لجنه تحكيم البرنامج خليونا نتعرفوا على رايهم لطيفه معروفي الموضوع ديالك موضوع ذاتي ولكن او ميم طون مشترك الوالد المتقاعد يعني كل عائلة فيها والد متقاعد دونك يعني كانت عندك
نقطة التقاء مع الجمهور، وكان عندك فين ممكن تلقى نقاط والشيرين نوليدج يعني تلقاه مع الجمهور. هذه في الكتابة ديالك كانت ممكن تعطي واحد زخم، واحد القاق اللي يبقى كيتسارى من عندك لعندنا ولعند الجمهور، لأن علاش؟ حيت الموضوع كله كل واحد كيفاش كيعيشوه، ولكن كاين المشترك. عندك الوقفة دائما أنيقة، الطريقة ديالك في الحركة يعني كنحس بك مرتاح فوق الخشبة، ولكن حسيت باللي في الكتابة ديالك اللي هي كوميم زويونة عندك واحد الموضوع فيه وحدة فيه، ولكن حسيت بك النفس اللي كتقدم لينا هو نفس مونولوج. وكاين عندك واحد الميزة كتقصط للأغنية ولكن ما كتكملهاش، يلا كيبغيو يبداها معك الجمهور وكتقطعو. حاول تاخذ وقتك أكثر، وفي الكتابة ديالك حاول تعمرها بليغاك. شكرا. سي محمد الخياري، لقيتيني كنقارن ما بين المرور الأول ديالو وما بين هذه المرة. لقيت على أنه دائما داكشي اللي قلت في الأول هو اللي قلت دابا، يعني عندك حضور رشيق، عندك واحد الرشاق على مستوى الجسد، على مستوى الإلقاء. شفت دابا بحال شحفان، ياك بحال شحفان لأن جبتي لسانك واحد خمسة المرات. غادي نسب هاد الأمور، هاد النقص في الإنرجي غادي نسبه يا إما اللوتراك للدهشة، يا إما لسوء الاختيار للموضوع كيف وقع للزميل أو الرفيق ديالك. محمد المعروفي، من خلال هذا الموضوع اللي اختاريتي انا بغيت نوجه تحيه لكل اب متقاعد سال المسيره ديالو المهنيه على خير. شكرا لك اختاريتي هذا الموضوع لانه موضوع زوين بزاف وتيقيس وفيه بزاف بزاف ما يتقال. غادي نجيك للصراحه انه هو ماشي سهل بزاف، ماشي سهل، هو موضوع صعيب، لانه ملي كتقول تقاعد وكتنسبه لواحد الاب كتنسب معاه واحد المجموعه ديال مشاهد دراميه كتضر في الخاطر، ولكن كيفاش انك انت تقدر تجبد من هذا الموضوع شي حاجه اللي تضحكنا؟ هنا غادي الا قدرتي ديرها راك درتي الكوميديا السوداء، راك نقصتي واحد النقيزه اللي هي يا سلام ماشي سهله، هي صعيبه. كتعجبني كاريزما ديالك معروفي، حضورك راه زوين سيغ سان. كيف قال سيدي محمد الموضوع كيف قلت لك انا لانه ثقيل واحد شويه كان عندك فيه مونك ديال لي غاغ، بقينا كنتسناو فينا هما دوك اللحظات اللي غادي المعروف يخرجنا لينا فيهم لغاك. هذا ملي ما لقيتيش لغاك هادشي اثر عليك بلا ما تشعر وخلى ان لينيرجي ديالك فوق الخشبه انها شويه تنقص. بغيتك المعروف لا انت ولا لي كونديدا كاملين نديروا في بالكم باننا حنا كجوري كنعطيوكم نصائح فقط، كنعطيوكم ارشادات ما كنعطيوكمش احكام نهائيه، يعني تقدر تخرج من عندنا من هنا تطور نفسك ومر الامر العام الجايه نقدروا نمشيو حنا نخلصوا التيكي باش نجيو نتفرج. شكرا لك معروفي ورفقة محمد معروفي. مشاهدينا الكرام تنتهي المنافسه في برايم الليله دائما في اطار الموسم الثامن من برنامجكم ستاند اب على القناه الاولى. سد المواهب كوميديا قدموا افضل ما عندهم، في نهايه البرايم اربعه فقط منهم غادي يتاهلوا للمرحله المقبله الباك ستيج واجواء نهايه المنافسه. معروف راك معروف، برافو عليك. واش الوالد نيت متقاعد؟ الوالد متوفي. متوفي الله يرحمه من هذا المنبر ونترحموا على جميع يعني الموتى ديالنا. معروفي انت من منطقه دكالة وبالضبط من خميس الزمامره الغناضره. من الغناضره يعني ودوك الناس معروفين بالضحك. طبيعه الحال هادشي كانت وارثو وكنتمناو اننا نوفيو حقهم ان شاء الله. ان شاء الله وراك مثلتيهم احسن تمثيل. شكرا لك زينب با. شكرا لك سفيان نعوم، ودائما نذكر المشاهدين الكرام باللي يقدروا حتى هما يعطونا رايهم في سكتشات ديال مواهب الكوميديا عبر صفحات الاولى على مواقع التواصل الاجتماعي. نموت ونعرفكم اش كتقولوا. سيدي خويا هدنيا انت واش كتقول؟ فاش هادشي؟ هادشي اللي كاين في الكتاب وهو اللي كيجبد، هو اللي كيسول لي. انتي اجب معايا وقولي لي هو اللي كيجبد. والله الا خدامين خدامين نموتو ونكزو الا خدامين. خذي الميكرو. والله كي قال هو نموتو ونكزو. سيدي خويا عندك لك رساله راه فين؟ جنود الخفاء كياكدوا على الرفيسه.
تما قال لك بغاو حقه زطقطيط 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 ناري عرفتي شنو فيلم ما كان شي حداوه في المغرب غيتسناك البرايم الجاي ولا طفاء ما تنساش بلي لا طفاء على الديسير في برايم اخر يعني انا ديسير نحليو مع الديسير وعفاك راه كلشي كياكد وغير خليك تضرب واحد الحسبه وتعرف جنود الخفاء شحال من واحد عينك ميزانك فهمتيني انا جبت جوج قصاري انا نشوف الحداوي اش غيدير الحداوي راه داز غنقول لك غنقول لك من دابا من دابا ماشي كنعلمكم بالافتتاح خصكم تعرفوا القانون ديال 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 القناصين والقانون أيها. ديال الغابه أه. الكومبلي ديال كل قناص هو ربعات الحجلات والرنب اها كومبلي راه درتو والفاهم يفهم لا ماشي مشكل حنا اجيب رفيسه اللي تكفي لكلشي كثر الحال بقى فكون مسخن تحيط لنا زهره مرتك اختي وجدي راسك مرحبا شكرا لكم وتحياتنا العائلة ديالكم ومنورين كيف العادة تحت تصفيقاتكم يغادرون لجنة تحكيم البرنامج للتداول والتشاور واختيار المتأهلين للمرحلة المقبلة وحنا كنخمو في الرفيسة ونحسبو شحال من قصرية خاصي دي خويا يجيب اجيو نشوفو شنو داروا المواهب الكوميدية في الأكاديمية شكرا لانكم مازال متابعين على القناه الاولى مشاهدينا الكرام في اجواء هذا البرايم الليله دائما دائما برايمات الموسم الثامن اش واقع زينب منين خرج اشوف حلو حتى الجميع باش تعرفوا على الكادو حنا ماشي من كابيسو هريسو شوف في الكاميرا يلا كادوات سعداتك سعيد جمهور جمهور في داركم انت ماشي في داركم الصراحة انا بغيت نعرف اش كاين في هذا الكادو سلام على العلبة الفارغة مضحكين مضحكين فارغين زيد بارك الله عليك الله يحفظك دابا نديرو شي فوتو الله يحفظك نمشيو للفلاكس الله يحفظك الحمد لله ولك هذه الأخبار ما متوقعش هذه مازال باقي عليها الصلاة راسك هاد اللعيبة ديال الصالير جو بونس المهم ما عليناش نكملوا الصلاة علي 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 إي ما كاين والو ويلي الدراري واش هادوك راه غنفرجوهم ولا شناهم نخليكم تحلوا شباب نخليكم تكملوا تحلوا الكادوات وحنا في هذا الاثناء مشاهدينا الكرام استمتعوا باجواء الموسيقى رفقه ضيفتنا هند زيادي اللي كانت زيادي شرفتينا في برايم الليله مشاهدينا الكرام نقترح عليكم هذه المره نمشيو لكواليس الاكاديميه كاين بزاف ما يتشاف بروميان سيكونس برومي فكرة هي واحد مايكرو فوق مني وما يحدث فيها الأستاذ أنور خالد مشكور حاول أنه مشكور ولفنا هادشي منين نبغي نمشي قايدي ليا دون ديم معايا مسكنا يا
تي دوغونج لالا صب انا بعبضي شكرا 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 ديما كتقول لنا اميمو سمين اسمحي لينا اختي ومالوغوزمون كي جاتك مالوغوزمون بالفرنسي هي لوكاليزاسيون لا ما تخافيش زبيده صافي بوسط هذا غندي غتموت ونكملوا ماشي مشكل تسرتوني راه الزهره هذيك كتسمى ايوب دير شي حاجه قول شي حاجه لحنا طيرات البودر لا مالوغوزمون هي سميتها جينا بكري هي جينا بكري بوسكا لا بوسكا بالنسبه ل انا بان لي كاين فاسيس بحالك هادو اللي دازو قتلت جوج دبانات في الضربات الموهبه ديالي يا سلام اخي سيلانس ديالك اوكي دكتور يا كونديدا سكات دويت مزيان ياك صبط البط صبط البط مزيان شكرا راسك غير لك كبر شويه الله يحفظك ستاند اب شكرا لانكم مازال متابعينا مشاهدينا الكرام تنعيشوا اجواء المرحله الاخيره من برايم الليله لحظه قليله كتفصلنا على اننا نتعرفوا على اسماء المتاهلين للمرحله المقبله في هذه الاثناء نشوفوا كيفاش دايره الاجواء في الباك ستيج سفيان نعوم كي دايره الامور اش غنقول لك زين ما كاين ما نخبي عليك الدراري دخلوا لهذا الشيء ديال الفلوس وما مناقشيناش واقع الدراري من واحد النقاش ياك اخويا واحد لنا هذه 700 درهم مزيان درنا القرعه طيب. لا واحد عطى 100 درهم هنا اي شكون غيشد الاول انا اللي غناخذ الاول عندي مشروع اخويا باغي نبيع النعناع والخس والبصله والعيبات انا الاول تا قاعد ما كيقدنا اخويا واش شريف راه باغي نكري بها باركين كاع المعلم واخا انا نعطيها لك صاحبي حنا راه ثنائي قولي البروج اللي بغينا نديرو بغينا نديرو قهوه فاش نساليو واخا مرحبا نتوما كاملين تتهضروا انا اللي غنديها باش نسقسف على الحاله جورجينا تساين زينب انا غير بدايه سمحي لينا تحل مشاكل دارت سفيان نعوم في هذا اثناء مشاهدينا الكرام اشنو رايكم تتابعوا كيفاش كانوا رسائل عائلات المواهب الكوميدياليهم وتشجيعاتهم من خلال اتصالات الهاتفيه السلام عليكم السلام ورحمة الله الوالد بخير سي عبد العزيز وعليكم السلام حبيب أمي والدي كيدايرة وليدي كيدايرة بخير الحمد لله هاني صحتك لاباس كلشي بخير كيدير الخير الله يحفظك أنوار لاباس عليك واش مزيان لاباس كلشي بخير خير ناس صحيحة والله إلا بخير موالي الدار الوالد الخوت كلشي مزيان واش نعدا تا وليدي كنتي نسولك كدوزو البرايم الأول أمين وشوفي مهمتي حبيبي والكبيده ديالي دابا انا راه تاهلت للبرايم وهاد البرايم محتاج الدعوي ديالكم مزيان الله يسهل عليك اوليدي الله يسهل عليك وفقك ان شاء الله امين امين الله يوفقك الله يوفقك امين شكرا بزاف اللهم بارك وزيد في ذلك امين يا رب امين مبروك مبروك اوليدي الله يبارك فيك الله يسهل لك الامور ان شاء الله امين ان شاء الله يا ربي امين يا رب الله يسهل امورك الله يحفظك الله يحفظك ويحفظك قاعدك وليداتني معك قاعدك دايني معك ما يستر يا ربي امين يا ربي امين الله يحفظك الله يستر لك وليدي ويستر لك كل شيء يا ربي امين وانا دايك وان شاء الله ربي يوفقك الله يسهل عليك والله يرضيك الله يعاونك ويعاونك طلع لي في راسك وسلم لي على امي صافي اللهم وبارك الله يعاونك شكرا الله يعاونكم ويرضي الله يسهل عليكم كلكم امين يا ربي امين نتمنى لكم كل التوفيق والسي استاذ احمد مع صديقه نتمنى لكم النجاح ان شاء الله نتمنى للجميع التوفيق والمشاركين ان شاء الله الله يحفظك امي الله يحفظك امي تهلا لي براسك سلام حبيبي سلام عليك امي تحياتي لجميع عائلات المواهب الكوميديا واحد واحد ونذكر كل موهبة كوميديا مرت معنا في برنامج ستاند اب البرنامج هو مجرد بداية رحلة بالنسبة لكم بداية الخطوات الأولى في مشواركم نتمنى لكم كل التوفيق آمنوا بأحلامكم وإن شاء الله غادي توصلوا وتوصلوا القلوب جميع المغاربة التوقعات شكون ممكن يتأهل في المرحلة المقبلة نتابعوا جميع شنو قالوا المواهب الكوميديا ولي كوتش
الصالحي ربما كنظن غادي يكون في البرايم الجاي. الصالحي احتماليه كبير يدوس. الصالحي كنتوقع انه يتاهل. هو البصل السكيش عندي واعر ان شاء الله غادي يدوس. بل معروفي الى ما جمع راسو كنقول ما غاديش يدوس. معروفي ما غاديش يدوس. نجيم غيتاهل. سفيان نجيم عنده حظوظ وفيره. نجيم عنده ستيل خاص ما نظنش انه يتقصى. ثنائي اشرف واحمد حظوظ ديالهم زعما في هذه التشكيله اللي كاينه يدوز. ثنائي ديال المكناس تنظن يقدروا يتقصوا ويقدروا يتاهلوا. اشرف واحمد ما عندهمش بزاف ديال الحظوظ في انهم يدوزوا. ثنائي ديال المكناس ستيل ديالهم زويون يقدروا يتاهلوا. ادريسي بعيني مغمضين غادي يتاهل. الادريسي لعب في البريم الاول مزيان دونك كنرشحوا غادي يدوز. ادريسي شاب توا طموح وتوا عنده حظوظ اوفر انه توا يدوز. صال بيرسوناج خطير عنده واحد الطاقه رهيبه. الناس اللي تنراهن عليهم غيدوزوا في البريم. البصل حتى هو ان شاء الله تنظن غادي يتاهل. عنده كتابه زويونه وحضور قوي فوق لاسين. البصل كنقول انه يقدر ما يتاهل. البصل وزن ثقيل غيتاهل. كتشوفوا مشاهدينا الكرام التحقوا بيا السد مواهب الكوميديا او السبعه لان ان ديو اللي قدموا سكتشاتهم امام لجنه تحكيم البرنامج. اللجنه تشاوروا واختاروا اسماء المتاهلين للمرحله المقبله. ولكن قبل ما نتعرفوا عليهم نبغيو نشجعوا الشباب وشكرا لانكم كنتوا حاضرين معنا في هذه الرحله. بالتوفيق لكم سواء تاهلتوا او لغادرتونا. كل التوفيق وكل الاحترام والحب لكم. تصفيقاتكم على البصل سفيان محمد عبد الهادي محمد واحمد واشرف. شكرا لكم وشكرا للكوتش عفوا اللي كانوا مرافقيكم سعيد وديع رشيد رفيق وياسين عبد القادر. شكون كان الاكثر اقناع للجنه التحكيم باش يختاروه يمشي للمرحله المقبله؟ غادي نتعرفوا على اول المتاهلين رفقه لطيفه احرار. فن ستاند اب زينب هو فن سهل الممتنع والسهل الممتنع فن متطلب. الاشتغال على الذات اقتراح افكار جديده وجهه نظر واشتغال بالجسد بالصوت بالحركه. وحنايا في هذا البرنامج ايضا كاين الفرجه ولكن كاين ايضا هاد رسائل التكوين والبحث والتعلم الفني. بغيت نقول لجميع المتابعين شكرا على الاقتراحات اللي قدمتوا لنا واللي غنادي عليه. كان له نصيب من الجده ومن الفكره الاصيله. هذا سيني خيويس انت مازيرت سفيان يا تأهل للمرحلة المقبلة مرحلة ربع النهائي في برنامج ستاند اب الموسم الثامن. نتعرفوا على ثاني اسم يمشي معنا لربع النهائي رفقة دنيا يا دنيا وكنعرفها من أصعب اللحظات عليك. قبل بعد ما نعطي هذا الاسم هذا بغيت نقول لكم كاملين بأن يعني بصراحة احنا وحنا كنتفرجوا هنايا 20% خدينا قرار ديال 20% شكون اللي غادي يدوز معنا المرحله، ولكن 80% كان عندنا فيها صعوبه كبيره لان المستوى ما بيناتهم كان متقارب بشكل كبير. وربما من 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 حظنا او لربما من سوء حظنا اننا احنا غادي نختاروا ثلاثه، ولكن العيب الكبير غادي يبقى على الكوتش اللي كنتمنى انهم يحسنوا الاختيار. لذلك ما غنطولش وغادي نادي على المتاهل الثاني اللي غادي يكون معنا في البريم الجاي. غادي نادي على البصل. البصل ممثل الدار البيضاء وضحي محمدي ضمن بلاصته في ربع النهائي. سي محمد الخياري اش من بلاصه وشكون غادي تعطيها اليوم؟ موسم الصيد بدا. اييه هذاك الرامي ما بغى يهدى شاعله في الكبده غده فرحان يمشي للصيده والسلاك داريه تتهدى تبكي من طول القعده. هادو عباره عن قناصين خرجوا يصيدوا ماشي حيت ما صيد والو يرجع مفقوع. اكيد الا ما قنص والو راه دار لا مارش في الجبل وحرك الدم في ذاته
باش يتأهل لأشياء أخرى مستقبلية. أكيد. فما نطولش عليكم، غادي النادي على الثنائي أشرف وأحمد. أشرف وأحمد ضمن بلاصة ممثلي مدينة مكناس، ألف مبروك لكم. خليوني نستقبل تحت تصفيقات الجمهور الحاضر معنا لكوتش سعيد ووديع. المهمة ماشي سهلة، مازالين ثلاثة المواهب كوميديا. تحياتي لكم سعيد ووديع، مهمة صعيبة عندكم. صعبة جدا. اولا قبل نقول واحد الكلمة، انه هاد لي كونديدا اللي لعبوا قدام الجمهور هما كيحبوا هاد الدومين بزاف. اكيد ستاند اب من اصعب انواع الكوميديا اللي تقدر تقدمه، حيت كيكون عندك واحد اللقاء مع الجمهور كتلاقى به. دونك كيكون يا كتخلع يا كتحشم يا هادي كيأثروا لك على السكيج ديالك. هادو مواهب، هادو كاملين عرفناهم مواهب. كنطلبوا من الجمهور انه يلتمس لهم العذر اكيد ويشجعهم، حيت هادو في البدايات ديالهم. فازك كتشدني تبوريشه، حيت عاقل حنا فاش كنا هنا راه كنا كنتخلعوا بزاف. وعارف دابا الدراري راه كيفاش كيتخلعوا. ما نطولوش، اتفقنا حنا لي كوتش كاملين. سعيد شكون اختاريت؟ طيلة صعيبة بزاف حيت حاس بهم، ولكن هذا هو قانون. ولكن هذا هو قانون، وبصراحة اللي اختارينا هو الإدريسي. الإدريسي رابع المتأهلين مشاهدينا الكرام. شكرا لكم على حسن المتابعة، وأكيد ملقانا في برايم المقبل دائما في إطار برايمات المواجهة بلي كوتش المواهب الكوميديا. مجموعة جديدة غادي تشوفوها الأسبوع المقبل. نخليكم مع وليد الرحماني، تبقوا على خير على الأولى.